أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. نستأنف محاضرات الفسيولوجي لصالح الأطفال من مرضى السرطان. النهاردة بإذن الله يكون عندنا المحاضرة رقم 4 في الجاسترو انترنال تراك، وهي خاصة بالبانكرياس. وكما هي العادة أولاد، هنبدأ ب multiple choice questions على المحاضرة الماضية. فهنا choose one answer. The acidic medium is needed for which proteolytic enzyme؟ يعني أنهي proteolytic enzyme بيشتغل على البروتين هو اللي بيشتغل في الأسيديك ميديم؟ من غير ما تقرأ السؤال ما فيش غير البيبسين بتاع المعدة، فهو الإجابة لا التريبسين ولا الكايموتريبسين ولا الكربوكسي بوليبيبتايديز، إنما هو الإجابة بيبسين اللي هو سي. Regarding oxyntic cells، oxyntic دي اللي هي البارايتال سيل، هي الخلايا الجدارية الحامضية. هل its intracellular fluid is highly acidic؟ لا، هي زي أي normal cell من 7 لـ 7.2. It secretes the intrinsic factor، بتطلع الـ intrinsic factor. إجابة صحيحة، هي مطلعش الـ HCl بس، بتطلع كمان الـ intrinsic factor اللي لازم لامتصاص الـ B12. It secretes pepsinogen؟ لا، ده الـ peptic cell. It contains histaminic receptor number 1، H1 receptor؟ لا، هي بتحتوي على histaminergic receptor number 2 H2 receptor، وعليه الإجابة الصحيحة تبقى B. Regarding the HCl secretion needs proton pump، أيوة اللي هو في تبادل الهيدروجين مع البوتاسيوم. Needs carbonic anhydrase؟ طبعا. Needs ATP؟ قلنا كل secretion is an active process، وعليه الإجابة الصحيحة all of the above. طيب ننتقل للسؤال الرابع. Proximal motor unit of the stomach has thick wall؟ غلط، هي thin wall. Supplied by cholinergic vagal fibers؟ غلط، هي purinergic vagal fibers، طلع ATP لأنه بيعملها relaxation. It's characterized by reciprocal relaxation؟ إجابة صحيحة C. It secretes gastrin؟ لا، الجاسترين proximal motor unit هي الفندس والبادي، بينما الديستال موتور يونت هو الانترم والبايلوراس، هما دول اللي بيطلعوا الجاسترين، وعليه الاجابه الصحيحه هتبقى سي، هي دي الاجابه الصحيحه. السؤال الخامس. انتيرو جاسترون all are correct except، هل هو هنا بيقول لي اطلب الاجابه، يعني اختار الاجابه الخطا. secreted in response to fat in the duodenum؟ صح. involves gastrin؟ لا، الانتيرو جاسترون ما فهمش الجاسترين، هما الجاستريك انهيبيتوري بيبتايد والسكريتين والسي سي كي، يبقى دي الاجابه الخطا وتبقى دي اللي مطلوبه. انما الانتيرو جاسترون ديكريسز البايلوريك بامب، سي صح. انفولف سي سي كي، صح. وعليه الاجابات هتبقى على النحو الاتي. السؤال الاول الاجابه هتبقى سي فور كات، الثاني بي فور بيبي، الثالث دي فور دادي، الرابع سي فور كات، الخامس بي فور بيبي. فدي كانت يا اولاد اللي هي الامتحان، وهنبتدئ باذن الله الليكتشر 4 في الجاسترونترال تراكت، وهي خاصه بالبنكرياس. وكلنا يعلم ان البنكرياس ده، أو يعني هي أساسا البنكرياس، بس إحنا سايبين الفوميتنج، هنبتدي بالفوميتنج قبل كده. يعني عندنا هنقول الفوميتنج، وهنقول البنكرياس، وهنقول حتة في البايل. يعني هتبقى محاضرة ليتل بيت، هناخد شوية حاجات أكتر، وزي ما قلنا إن إحنا هيبقى الإعادة أقل، وإنت تقدر تعيد الفيديو يعني إذا حبيت تسمع تاني، بدل ما أنا أعيد كتير عشان عاوز أتقدم بصفحات أكثر. طيب احنا
كم لم نستكمل vomiting في المحاضرة الماضية نظرا لأن الانترنت كان في مشكلة شوية. فنقول vomiting من الأول تاني يا ولاد. زي ما بنقول كما إنه من الحب ما قتل من الفوميتينج ما قتل. القيء ده حاجة خطيرة جدا. يكفي إذا أنا أحبكم تعرفوا إن وباء الكوليرا في القرن التسعتاشر لحد دلوقتي يعني أصاب العالم 27 مرة من القرن التسعتاشر لحد دلوقتي. المرة السادسة كانت في الهند مات فيها 800,000 شخص بيموتوا أساسا في الكوليرا من وتر دارية يعني إسهال زي المية وفوميتينج. لا ننسى في الأطفال الصغيرين وفي الأولد إيج حتى الجاسترونترايتس اللي هو النزلات المعوية بتقتل برضو بالفوميتينج والدارية. فده موضوع خطير وعش كده بقول كما إنه من الحب ما قتل من الفوميتينج ما قتل. سؤال الفوميتينج ده سؤال نظري مهم جدا هنجاوبه في خمسة نقاط. by definition ايه تعريف الفوميتينج؟ طبعا الفوميتينج needs not to be defined يعني مش عاوز يتعرف لانه هو الـ outer's expulsion of gastric and or intestinal contents through the mouth. ادي تعريف الفوميتينج. يبقى ثلاث كلمات outer's expulsion لجاستريك and or intestinal content through the mouth. طيب السنتر بتاع الفوميتي سنتر موجود في المدلة أوبلينجاتا وبيبقى زي ما احنا شايفين related للرسبيراتوري سنتر. الفوميتينج سنتر بلون الأسود في المدلة أوبلينجاتا يعني حتى تذكر السوالوينج البلع وعكسه الفوميتينج الاثنين السنتر بتاعهم في المدلة أوبلينجاتا وبيبقى ريليتد للريسبيراتوري سنتر. هتقولي طب ليه الفوميتينج والسوالوينج سنتر ريليتد للريسبيراتوري سنترز؟ لان مفروض لو الاكل نازل في السوالوينج او طالع في الفوميتينج ان انا اوقف النفس اعمل ابنيا. لان لو باخد نفس وفي في الممرات اكل سواء نازل في السوالوينج او طالع في الفوميتينج الريسبريشن بتشتغل زي الفاكيوم زي المكنسة بالكهرباء هتروح سحبة. لو باخد نفس والاكل شغال سوالوينج اور فوميتينج هيروح سحب مسحوب على الريسبيراتوري سيستم وتبقى طبعا حاجة خطيرة. طيب جنب الفوميتينج سنتر في حاجة اسمها كيمو ريسبتور تريجر زون. يعني في حاجات كتيرة تغيرات كيميائية في الدم بتؤدي الى فوميتينج. اشهر حاجة دراجز. في دراجز بتعمل فوميتينج يا ولاد. طيب الحاجات دي لا تؤثر في الفوميتينج سنتر دايركلي انما بتأثر في الكيمو ريسبتور تريجر زون اللي بدوريها تأثر في الفوميتينج سنتر. اما ليه سموها كيمو ريسبتور تريجر زون؟ كيمو ريسبتور يعني ريسبتور بتتأثر بحاجات كيميائية. انما انا عايزك تفهم كلمة تريجر يعني زناد. عارف زي ما ده تطلق الزناد بتاع المسدس. فاكشلي لما الحاجات دي تستيميليت الكيمو ريسبتور تريجر زون خلاص تريجر يعني زي الزناد هروح على طول الشخص متقايل يبقى كانها الطلقه بس الطلقه هنا عباره عن فوميتينج فسموها كيمو ريسبتور تريجر زون. كيمو ريسبتور لانها بتتاثر بالاشياء الكيميائيه تغيرات في كيمياء الدم من ضمنها الدراج زي ما هنشوف والتريجر يعني الزناد لانها هتعمل فوميتينج. طيب النقطة الثالثة causes of vomiting. ايه أسباب الفوميتينج؟ في عندي central causes بيأثروا على الكيمو ريسبتور تريجر زون وفي ريفلكس causes. يبقى هنقسم الكوزس لcentral وريفلكس. central نبتدي بالدراجز يا ولاد. في أدوية كتيرة جدا كسايد افكت كعرض جانبي بتعمل فوميتينج انما في دواء مشهور جدا جدا بنستخدمه اساسا تنديوز فوميتينج. واحد يقول لي طب احنا ليه عاوزين شخص يتقايا؟ ده دي في كل مراكز السموم لو واحد خد سم خطا فعاوزين قبل ما يمشي في الجهاز الهضمي ويحصل له امتصاص يتقيأه
فبندي له عقار يشغل الكيمو ريسبتور تريجر زون وبالتالي الفومتنج سنتر فيتقايض. هذا العقار اسمه ابومورفين. عشان اقوله لك كده بطريقه فيها يعني مزاح فتفتكرها، مش المورفين بقى، ابو المورفين بس بالبي، ابومورفين. يبقى اشهر عقار بيعمل فومتنج اللي هو ابومورفين. طيب في عقار تاني بيعالجوا بيه الديزنتريا الاميبيه، من كتر ما بيعمل فومتنج يعني عرض لا يمكن تفاديه، سموا هذا العقار إيميتين. عارف إيميتين في اللغة يعني من كلمة أمسز يعني قيء، يعني الدواء لو ترجمناه إلى عربياتنا معناها المقيء. الإيميتين ده الدواء اللي بيعمل قيء، إيميتين. يبقى في أدوية بتعمل فومتنج عن طريق الكيمو ريسبتور تريجر زون. طب نيجي تاني حاجة للهيبوكسيا. لما الإنسان بيحصل له هيبوكسيا دي بتؤدي إلى فوميتنج. طب واحد سألني ليه؟ أنا مش جاي أقرأ معاكم، عاوزين نفهم. لما يبقى فيه نقص في الأكسجين فإحنا عاوزين نسيف كمية الأكسجين القليلة دي لأهم سيستم في جسمنا هو السنترال نيرفس سيستم، لان لو ما وصلوش اكسجين كفايه هيحصل غيبوبه. فالحل ان احنا نوقف الجهاز الهضمي. فشوف الروعه، اول ما الاكسجين ينقص يعمل استيميليشن هايبوكسيا للكيمو ريسبتور تريجر زون، تعمل استيميليشن فوميتنج سنتر تخلينا نتقيأ، فالجهاز الهضمي الفرغ اللي فيه يبقى مش هيشتغل، لانه لو اشتغل كان هيستهلك اكسجين. واشتغل ازاي بدون اكسجين؟ فاحنا بنوقف الجهاز الهضمي انقاذا للاهم هو السنترال نيرفس سيستم لما يبقى الاكسجين ناقص. طيب نيجي الاسيدوزيس. تخيل واحد عنده اسيدوزيس، يبقى المصلحه تقتضي ان هو يتخلص من الاسيدز. انه طب ما هو لو عمل فوميتنج هيتخلص من الجاستيك اتش سي ال. فربنا خلى الاسيدوزيس في الدم ستيميليت الكيمو ريسبتور تريجر زون وعليه الفوميتنج سنتر فيعمل فوميتنج. ليه جملة بحب أقولها يا ولاد؟ أعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. يعني تصور الهيبوكسيا تعمل فومتنج، ده مفيد لأنه لما أعمل فومتنج هيتوقف الجهاز الهضمي فالأكسجين قليل، نبقى spared for the central nervous system. لو عندي أسيدوزيس، من أعراض الأسيدوزيس أن أعمل فومتنج فأفقد أسيد، فده يساهم في علاج الأسيدوزيس. يبقى فعلا يا أولاد أعراض المرض تفيد في شفائه، الله يداوي والطبيب يأخذ الأجر. دول الثلاثة سنترال كوزيس. تعال بقى للريفلكس كوزيس. عندنا خمسة ريفلكس كوزيس على سبيل المثال، على فكرة وما أكثر من خمسة بس دول أهم خمسة. طب واحد يقول لي طب يعني قولها لنا بطريقة نفتكرها بسهولة. هناخد أول ثلاثة ورا بعض، ماوث، وبعدين هيؤدي إلى الاستومك، وبعدين بعد كده الانتستين. يعني بترتيب ماوث، بعديه يجي المعدة، بعديه يجي الانتستين. ماوث، لو عملنا الريتيشن للبوستيرو بارت أوف تانك أو للفارينكس هيحصل فوميتنج. يعني هديك مثال، ساعات الواحد لما يأكل حاجة ويبقى مش منسجم فيها، يعني حاسس انها الاكله مش مظبوطه فعاوز يتقيأها لالا تعمل له حاجه، كلنا بنعملها. الواحد يدخل صباعه ويعمل اريتيشن لاخر حته البوستيرو بارت اوف تانج والفارنج يتقيأ. وبحكي قصه في فقره المعلومات العامه. في الامبراطوريه الرومانيه كانت تتميز يعني بغنى شديد جدا، وانا زرت روما، وروما دي يعني مدينه في ايطاليا غريبه في ان فيها الحداثه، المباني الحديثه جدا، وفي وسطها القصور من العصر الروماني والكولوسيوم اللي هو كان بيعملوا فيه المصارعات والحاجات دي، كولوسيوم. فزرت قصر، وبعدين الراجل التور جايد بيفرجنا حتت في القصر كلها، وبعدين قال لنا بقى بصوا الحوش ده حوش التقيؤ. فأنا سألته يعني حوش تقيؤ؟ قال لي أصل يعني
في الإمبراطورية الرومانية كانوا بيعملوا ولائم فيها عشرات الأصناف، وأكل إيطالي بقى معتبر. طب المعازيم كانوا لهم 5-6 أصناف وشبعوا، طب هيدوقوا إزاي الباقي؟ فالشخص يسيب العزومة ويروح الحوش ده في كده حاجات يعني أواني فخارية وفوقيها معلقة خشب، فيمسك المعلقة الخشب ويتقيا ويقفل الإناء ويرجع يأكل تاني. فكان في الإمبراطورية الرومانية في القصور حوش للتقيؤ. يبقى أول طريقة للتقيؤ يمكن أن يحدثها الإنسان بنفسه بأنه بصباعه أو زي ما قلنا بمعالق التقيؤ دي يإريتيت البوستيرو بارت أوف تانج أور فارينكس فيتقيؤ. طيب ننتقل بعد الماوس للستومك، جاستيك إريتيشن، يعني أي حاجة تإريتيت المعدة، أكل يعمل إريتيشن المعدة، واضح إن ده مش كويس، صار المعدة بتلفظه، ما يعني مش عاوزينه بقى لهذا الجهاز الهضمي. وتملي كنت بحكي قصة اللي هي عن رغيف الحواوشي اللي كلكم عارفينه المشهور ده. أول واحد عمله كان راجل اسمه الحواوشي، كان بجوار سينما كايرو في داون تاون القاهرة. وطبعا الراجل ده يعني كان بيعمل يعني رغيف الحواوشي ده بطريقة غريبة جدا، يجيب طبعا يعني مع الاعتذار زبالة اللحمة اللي في السوق، ويعني ويحط فيها سبايسز عشان الناس ما تعرفش طعمها بقى من كتر التوابل، وحتى اللي يلفها في جرنان ودخلها الفرن. خد بالك الجرايد دي المبوعة بالانيلين داي اللي هو يجيب كانسر في اليورينري بلادر، يعني قنبلة موقوتة رغيف الحواوشي ده، لحمة بايظة عليها سبايسز، ولع الراجل فيها وفوقيها جرايد. فكنت دائما ابدا اقول انك لما كنت تروح للراجل بتاع الحواوشي ده تلاقي يوجد صفان، صف بياكل رغيف الحواوشي وصف تاني واقف على جنب الحائط كده عمال يتقايا اللي كل. يبقى الاستومك اريتيشن بتعمل قيء. طب ننزل تحت الانتستاينال اوبستراكشن، لو في انسداد في الانتستين، سكه مقفوله من تحت، يبقى الحل ايه؟ الحل تتقايا. يعني ده اقول لك حاجه، في الانتستاينال اوبستراكشن في الجراحه كانوا بيعلمونا في 5 كاردال ساينز عشان تشخص انسان اوبستراكشن، بس تلاقي 5 حاجات تعال اقولها لك برضه اعتبرها فخر بمعلومات عامه. لو الانتست مقفوله يبقى الاكل اللي هتاكله هينفخ البطن، يبقى يحصل ديستنش لانه بيتجمع، وبعدين هتخلص منه عن طريق فوميتنج من فوق، دي تاني حاجه، ومفيش حاجه بتنزل من تحت خالص، ابسوليوت كونستيبيشن ثالث حاجه، وفي محاوله ان الانتستين يعني تتخطى المنطقه المقفوله بتعمل انقباضات ضخمه فيبقى في كوليكس، وفي الاخر من كتر الفوميتنج يحصل شوك. يبقى الانتستينال اوبستراكشن بتدي 5 كاردينال ساينز، واحده منهم الفوميتنج، ديستنشن، فوميتنج نمرة 2، ابسوليوت كونستيبيشن مفيش حاجه بتنزل من تحت خالص، الانتستين مقفوله كله من فوق فوميتنج، وبعدين كوليكس وشوك. يبقى ده اول 3 اسباب، قلناها بطريقه لطيفه، هتفتكرهم ازاي؟ مع عشق مثل عشق النظام، ماوث ستومك انتستين. نيجي السبب الرابع، فيسرال رينال كوليكس، معروفه المغص كالورينال كوليك بيبقى معاه قيء. الابنسايتس التهاب الزائده الدوديه بيبقى معاها قيء. نيجي السبب الخامس اللي هو الموشن سيكنس، اللي هو زي دوار البحر، الناس لما تركب البحر ويحصل كنا قلناها في السنترال نيرفس سيستم الاستيميليشن بتاع النون اوديتوري لابيرنث السيمي سيركولار كانالز بيؤدي الى فوميتنج في دوار البحر وفي دوار الجو. وايفن في ناس يعني كنت طول عمري اقول ان الناس الصعيده اللي زي حالاتي اللي من ابر ايجيبت اول ما ينزلوا بقى الحضر والمدن ويركب عربيه العربيه تتهز بيه تلاقيه اتدلى من الشباك وعمال يتقايق لانه مش محتمل الموشن، موشن يعني حركه. يبقى الموشن الحركه الغير منتظمه دي في البحر او في الجو او في السيارات حتى ممكن تؤدي الى سيكنس، او حتى في الاراجيح لما تروح تركب قلنا في دريم بارك او فول ديزني او اي حاجه في ناس تنزل بعد من كتر الدوار ده ينزل يتقايا. يبقى دي الخمس اسباب اللي هما ريفلكس، ماوث ستومك انتستين، تحفظوا ورا بعض ماوث وستومك وانتستين.
وان فيسرال كوزس وموشن سيكنس. ولا تنسى دول الريفلكس كوزس، يعني امبلس جاي من بره ورايحه للتاثر في الفوميتنج سنتر. اما السنترال كوزس فكلهم عباره عن تغير في كيمياء الدم، دراجز، نقص اكسجين في الدم، اسيدوزس، ودول ياثروا الاول في الكيمو ريسبتور تريجر زون وبعدها في الفوميتنج سنتر. طيب انتقل للنقطه الرابعه يا اولاد، ميكانيزم اوف فوميتنج. هنقسم ميكانيزم اوف فوميتنج الى جزئين، بيفور فوميتنج وديورينج فوميتنج. قبل الفوميتنج في حاجتين مهمين جدا يا اولاد. عادة او غالبا، حتى مش عادة، الانسان عمره ما يفوميت فجأة كده. قبل الفوميتنج بيحس بغثيان نفس، بيسموها في الطب نوزيا، اللي هي غثيان نفس، نفسه قايم عليه عاوز يفوميت. بعدين نمرة اتنين، وده سؤال مهم جدا 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 في الام اس كيو وفي الشفوي، سالايفيشن، يلاقي اللعاب زاد جدا في بقه. طيب هو ليه اللعاب بيزيد؟ تعال نفكر. لان حضرتك هتفوميت الجاستريك كونتنت اللي هي ايه؟ اللي هي اسيدك. والصلايفة، الصلايفة قلنا فيها بافرز، فيها اتنين بافر مهمين جدا، باي كربونيت بافر وبروتين. فربنا سبحان الله خلى لما المقدمة قبل الفوميتنج الواحد يبقى عنده كمية لعاب كتير، وطبعا اللعاب ده بيبلعه يملى المريء والفم، فلما يطلع عليها الاسيد الجاستريك HCl يتم تخفيفه بالصلايفة، يبقى دايلوتد، ومعادلة الاسيد بالبايكربونات والبروتين. محدش هيسألك، بس انا عاوزك تفتكر ان في حاجة اسمها سالايفيشن. ازاي بقى بتيجي في الاسئلة؟ هقولها لك، بتيجي بطريقتين. كان في استاذ فاضل عندنا يسأل سؤال جميل جدا في الشفوي، يقول لك مين الاونلي جاسترو انتستينال جلاندز ذات شير ان ذا بروسيس اوف فوميتنج؟ مين الغدد اللي تابع الجهاز الهضمي الوحيده اللي بتشترك في الفوميتنج؟ الاجابه سليفر جلاندز. طيب سؤال اصعب بقى في الام اس كيو، كان يقول لك ايه؟ هل ستيميليشن اوف فوميتنج سنتر، يعني لما تستيميليت الفوميتنج سنتر ده بيزود السليفيشن؟ في ناس تفتكرها غلط، فاكر انه لازم يشغل السليفري نيوكلياي عشان يحصل سليفيشن. لا، دي صح، استيميليشن اوف فوميتنج سنتر، فوميتنج سنتر مش السليفري نيوكلياي، بيؤدي الى سليفيشن. وده مره اخرى يدل على انه وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله، ومش اي حاجه يا اولاد. ليه بيطلع سلايفة ديك؟ فهم تدايليوت مية، تدايليوت الـ HCl، وفيها بافر تنيوترلايز الـ HCl، شيء رائع. ده بيفور فوميتنج. في حاجات تانية طبعا، بيحصل سويتنج وتاكيكارديا، بس احنا انا عاوزك تركز في النوزيا، غثان النفس، والسلايفيشن. طب نيجي ديورينج فوميتنج، انا بقولها لك طريقة طيفة او تاتة في تلاتة. اول حاجة، انا الفوميتس طالع من المعدة، طب قصاده ثلاث فتحات اللي هو الماوث، وده ده الصح، او يدخل في النوز وده غلط، او يدخل في اللارينكس وده اكبر غلط، يبقى لازم نمنعه من الدخول في النوز وفي اللارينكس. بنمنعه من الدخول في النوز ازاي بقى يا اولاد؟ قلناها مع السوالوينج، باي اليفيشن اوف سوفت باليت، عشان تقفل البوستيرو نيزال اوبننج، خدناها مع السوالوينج. طب في اللارينكس ازاي؟ طالب يقول لي انا هقولها لك، كنا بنقول elevation of the larynx to be covered by epiglottis زائد closure of the glottis زائد apnea. هنا بقى حصل غلطة يا ولاد. في الـ swallowing بص بيحصل elevation of the larynx لما ابلع ريق اهو، شفت larynx بتعلى. انما في الفوميتنج وعاوزك وانت قاعد كده ما بيحصلش ان احنا نرفع اللارينكس خالص، ما بتتقفلش بالطريقه دي، الطريقه دي خاصه بالسوالوينج بس. بدي احط ايدي اهو على اللارينكس وهعمل فوميتنج، ما ارتفعتش، انما في السوالوينج بتعلى. يبقى بنخفل دي في الفوميتنج للاوائل، بنقفلها بس بالكلوجر اوف ذا جلوتس، الاحبال الصوتيه، ونوقف النفس ابدا. واقول لكم برضو، مره طالب عمل يعني مسخره،
قال لك بروتكشن اوف ذا ابر اير باسجز، راح جايب الكلام بتاع السوارين كله، قال هنقفل النوز باي اليفيشن اوف سوفت بلد، ونقفل الماوث باي اليفيشن اوف تانج وكونتاكشن ماله هيقعد، ونقفل اللارينكس باي اليفيشن اوف لارينكس زائد تو بي كفر باي جلوتس كلوز اوف ذا جلوتس زائد ابنيا. تصور انت عارف عمل ايه؟ قفل الماوث. طبعا هتفهمت منين؟ فاوعى الغباوه دي تعملها، انك تجيب السؤال بتاع السوالون تروح حاطه از از في الفوميتنج. هنقفل ماوث يفوميت ازاي؟ بنقفل النوز واللارينكس بس للاوائل، واللارينكس اللارينكس ما بنرفعش اللارينكس الا في السوالوينج، في الفوميتنج ما بترتفعش اللارينكس، بتقفل بالجلوتس بس، وقفله جامده ده اللي بيدي الصوت زائد ابنيا. يبقى قفلنا النوز باي اليفيشن سوفت بالات، وقفلنا اللارينكس بحاجتين كلوجر اوف ذا جلوتس وابنيا. يبقى دي اول ثلاث نقط اللي هم بروتكشن اوف اير باسجز. طيب نيجي بقى الغلطه المشهوره، تسال الطالب ازاي هتفوميت، يقول لك الاستومك هتكونتراكت فالواحد يفوميت. ده عبط، كلام يسقط. في البروسيس اوف فوميتنج افتح ودانك، the stomach is completely relaxed. The stomach is passive. دي أكبر غلطة في الفوميتنج، إن الاستومك لا تنقبض في الفوميتنج. الاستومك completely relaxed، الاستومك passive. أمال بنعمل إيه؟ بنكونتراكت الدافرام والأبدومينال عشان نعصرها، نزود الانترا أبدومينال بريشر فالفوميت. وإلا بقولها في مزاح، لو انا الاستومك هي اللي بتنقبض وبتعمل فوميتنج، كنت قعدت كده حاطط رجل على رجل، انا دلوقتي حاطط رجل على رجل اهو اهو وفوميت. ما هي الاستومك اللي بتعمل ده. احنا يا اولاد عشان نفوميت بنعافر، اتذكر اتذكر الفسيولوجي كما الحياه، بنقعد انا اللي بعصرها، بكونتراكت الدافرام والابدومينال وول عشان اعصرها فتطلع. فأهم نقطة هنا إن الاستومك is completely relaxed is passive. هفصل الأجابة بطريقة رائعة. ثلاث حاجات ريلاكسد، أنا عاوز الأكل يطلع من المعدة أهي عبر اللور أسوفجيال سفينكتر عبر الأسوفجس، فالاستومك ريلاكسد باسيف completely relaxed أو باسيف، اللور أسوفجيال سفينكتر ريلاكسد والأسوفجس ريلاكسد. يبقى كم حاجة ريلاكسد أهم؟ ثلاثة، استومك لور اسوفجيال سفينكتر واسوفكس، وثلاثه كونتراكتد. باخد ديب انسبريشن فولو باي كونتراكشن اوف ايه؟ ايه عد معايا؟ دافرام ابدومينال وول. الثالثه بقى الاسكاء، لازم اكونتراكت البايلوريك سفينكتر عشان لما اعصر الاستومك يبقى الاكل قصاده يطلع لفوق ما ينزلش على تحت، فلازم اكونتراكت البايلوريك سفينكتر. فالميكانيزم اوف فوميتنج حفظتها لاجيال بطريقه رائعه. ثلاثة في ثلاثة ببروتكت، دي بقى هعيدها تاني، ببروتكت الاير باسجز بثلاث حاجات. النوز بقفلها بحاجة واحدة elevation of soft palate. طب اللارينكس ما باخدش التلاتة، بسيب elevation of larynx ما بترتفعش اللارينكس في الفوميتنج، closure of the glots زائد apnea. وبعدين ثلاث حاجات ريلاكسد وثلاثة كونتراكتد. مين اللي ريلاكسد؟ اهم واحده اللي عليها النمره دي، احط عليها الليزر اهو. اوعى تقول الاستومك بالكونتراكت، هتسقط. الاستومك is completely relaxed is passive in the process of vomiting، مش اكتف. الاستومك ريلاكسد، اثنين اللور اسوفجيال سفينكتر ريلاكسد، الاسوفجس ريلاكسد، ثلاثه ريلاكسد وثلاثه كونتراكت، اللي هم الدافرام نمره واحد، ابدومينال وول نمره اثنين، دول اللي بيزودوا الانترا ابدومينال بريشر عشان هم دول بيحصلوا الاستومك. ولا تنسى انك تكونتراكت البايلوريك سفينكتر عشان الاكل يبقى صاد ويطلع كده ما يدخلش على الانتست. طيب نيجي الايفكتس اوف فوميتنج اللي هي النقطه الثالثه. الايفكتس اوف فوميتنج ثلاثه يا اولاد، قلنا من الفوميتنج ما قتل، مش كده؟ في الكوليرا اللي قلنا 27 وباء من اول القرن التاسع عشر لحد دلوقتي، والنزلات المعوية ليه؟ هيموت الشخص من دي هيدريشن، وطبعا دي هيدريشن دي بتوطي الضغط، تعمل لك شوك والهارت ريت يزيد، ويعني
حاجه ضخمه. وبعدين بتغير البي اتش. لو حضرتك فقدت الاتش سي ال الجاستريك كونتنت هيدروكلوريك اسيد هيحصل لك الكالوزيس. لكن لو فقدت الانتستينال كونتنت اللي هي صوديوم بايكربونات فقدت الكالي, انت فقدت الكالي فانت يحصل لك اسيدوز. يبقى المهم بتغير البي اتش. لو فقدت الجاستريك كونتنت الاسيد الاتش سي ال انت يحصل لك الكالوزيس. لو فقدت الانستينال كونتنت اللي هو الالكالي صوديوم بايكربونات انت يحصل لك اسيدوز. وفي جميع الاحوال مين الاين اللي بنخاف منه جدا لما يتغير؟ البوتاسيوم. بيحصل هايبوكاليميا, هايبوكاليميا نقص البوتاسيوم. يبقى لما يجي لنا سؤال فوميتيك انا اتفقنا مش هنعيد تاني, انت هتعيد الفيديو هتتكلم عليه في 5 نقاط, الديفينيشن وبعدين السنتر تاني نقطة, وبعدين الكوزس تالت نقطة, ميكانيزم رابع نقطة, افكتس 5 نقطة. طيب تقل للبنكرياس يا ولد. بنكرياس واحد من اهم الغدد في الجهاز الهضمي. ليه؟ كنا قلنا ان البنكرياس ده بيشتغل كاندوكراينال جلاند واكسوكراينال جلاند, يعني له وظيفتين. اندوكراينال كان بيطلع اتليست 5 هرمونات مهمين. راجع محاضرة البنكرياس في الاندوكراين عشان مش هضاع لك وقت, مش هقول الكلام اللي قلته قبل كده, اللي تقدر تشوفه على اليوتيوب. يبقى على الاقل 5 اتليست 5 ده, دي قلنا سؤال ام اس كيو. البنكرياس بيطلع اتليست 5 هرمونز, ده الاندوكراينال فانكشن. وبعدين له اكسوكراينال فانكشن, وفي هذا الاكسوكراينال فانكشن شوف العظمه, بيطلع نوعين من السكريشن. يعني نفس البنكرياس طلع نوعين من السكريشن, يا اكيوس سكريشن مائي يا انزيماتيك سكريشن, هنتكلم عنه دلوقتي حالا. وشوف العظمه ان الانزيماتيك سكريشن قلنا البنكرياس لوحده كل محاضره بقولها, كان كومبليت دايجيشن فروم اي تو زد. في امريكا نقولها فروم اي تو زي, في عربياتنا هنا نقولها من الالف للياء. تخيل يعني نحن نحتاج فقط الى عصاره البنكرياس فيها زي ما هنشوف كل الانزيمات اللازمه لاتمام عمليه الهضم بالكامل. فالبنكرياس ده اهم غده في الجهاز الهضمي. طيب هيجي لك سؤال اتكلم على البنكرياتيك سكريشن, تقول اللي هو المكونات والكنترول بتاعه. وي هاف تو تايبس اكياس وانزيماتيك. فاكر الاكياس ده كنا كان بيطلعه السكرتين اللي هو بيعمل ايه, اللي هو احنا قلنا عشان يحصل هب لازم الاتش سي ال اللي جاي مع الاكل من المعده ده نعمل له دايليوشن ونيوتراليزيشن. ليه؟ لان قلت وهقول تاني, كل الانزيمات بتاعت الجهاز الهضمي بتشتغل في وسط نيوترال او الكالاين. ده لسه جايبينها سؤال. في عدد محدود جدا من الانزيمات اهمهم البيبسين هو اللي بيشتغل في اسيديك ميديا, انما الباقي كله عاوز وسط نيوترال اور الكالاين. فده وظيفه الاكس سكريشن بتاع البنكرياس, ان الـ HCL اللي نازل مع الاكل من المعدة الى الديودينم البنكرياس بيصب العصارة بتاعته في الديودينم الاكل سكريشن عشان يخفف ويعادل هذا الـ HCL. فتعال شوف مميزات الاكل سكريشن, انه لارج ان فوليوم تو ديلوت الـ HCL, ريتش ان صوديوم بايكربونات تو نيوترالايز الـ HCL, ومش مهم بالانزيم بور الانزيمز. بينما الانزيماتيك سكريشن العكس تماما بقى, اللي هي المهمه. خلاص الاكياس زي ما بقول عمل عمليه اعداد للمسرح, عادل الاتس ال وخففه, لارج ان فوليوم فخفف الاتس ال, ميه خفف الاتس ال, ريتش ان صوديوم بايكربونات تو نيوترايز الاتس ال, بابور الانزيم. الانزيماتيك بالعكس هنا سمول ان فوليوم بور ان صوديوم بايكربونات بات ريتش ان انزيمز, عشان كده سموها انزيماتيك سكريشن. وايه قلت مجموعه الانزيمات بتاعه البنكرياس كان كومبليت دايجيشن فروم اي تو زي.
طيب بيقول لك ان في سكريشن منهم بيطلع من الداكت سيلز اهو السايت، يبقى اول حاجه قلنا الكاركترز، ثاني حاجه السايت بالداكت سيلز، والثاني بيطلع من الاسينر سيلز. انا مش عاوز ناس حافظه، تعال نفكر. انا هسيب لك اسم لطيفه جدا، وراء الخلق قوه عاقله. هو مفروض مين يطلع الاول؟ انا اقول لك ان مفروض الاكياس يسبق الانزيماتيك سكريشن. الاكياس ينزل الاول في الانتستين، اهو الانتستين اهي، يخفف الـ HCL ويعدله بالصوديوم بيكربونات، وبعدين يجي الانزيم يلاقي الوسط مناسب، لانه قلت الانزيمات لا تعمل غير في وسط نيوترال او اركلاين. يبقى لازم الاكياس يسبق الانزيماتيك، يبقى لازم الاكياس يطلع من الداكت سيلز، بينما الانزيماتيك من الاسينر سيلز. يبقى شوف انا مش جاي اقرا معاك، احنا جايين نفهم مع بعض. الاكياس يسبق الانزيماتيك، طب الداكت بتسبق الاسينس، يبقى الداكت تطلع الاكياس والاسينس تطلع الانزيماتيك سكريشن. النقطه الثالثه الكنترول. احنا قلنا يا اولاد، نجمع تجميع تاني، قلنا الخمس عشرات في الجهاز الهضمي بيبتدوا نيرفس اند از كومبليتد هرمونال. قاعده، مش ذاكر مش مذاكر تكتب الكلام ده، ستارت نيرفس كومبليتد هرمونال ما عدا، فاكرها مين؟ مين اللي كانت نيرفس بس؟ السلايفا، بقولها لتالت محاضره، لان الاكل قلنا ستيز فيري شورت تايم ان ذا ماوس، الاكل بيقعد فتره وليزه جدا في الماوس، يبقى لازم العصاره اللعابيه تطلع بسرعه جدا، يبقى تبقى نيرفس بس. يبقى العصاره اللعابيه نيرفس اونلي، الاربع عصائر التانيين يبتدوا نيرفس ويكملوا هرمونال. في حاله البنكرياس ايه اهم كلمه؟ ان الهرمونال هو المور امبورتنت، اللي بيطلع الاكياس هو السكريتين اللي هو قلنا اول هرمون اكتشفه الانسان، ده بيطلع الاكياس، اما اللي بيطلع الانزيماتيك هو الكوليسيستوكاينين. وهنا اهم حاجه في اجابه السؤال ريجوليشن انك تديسكاس السكريتين والسي سي كي، ولاني عاوز اخلص كتير ارجع لها في المحاضره، كنت بتكلم في خمس نقاط كنت حاططهم في جدول. فبقول السايت بيطلعوا منين؟ كل الهرمونات قلنا بتطلع من الابر بارت اوف سمول انتستين اللي هو ديدنم وجيجنم. طب والكيمستري قلت كلهم بولي بيبتايد، وليه بولي بيبتايد؟ عشان يبقوا رابد، عشان يشتغلوا دي مينتس. يبقى السايت والكيمستري، وبعدين النقطه الثالثه والرابعه ستيمولس والريسبونس اللي هو الاكشن، الثالثه والرابعه، وبعدين نوتس بتختلف من هرمون لهرمون. فأهم حاجة في السؤال ده إنك تشرح السكريتين والسي سي كي اللي هو قلت أهم صفحة في الدايجيشن هو الصفحة بتاعت الهرمون، لأنها داخلة في كل سؤال. ابقى ارجع لها بقى المحاضرة الأولى واعرف هتكتب إيه في السكريتين والسي سي كي. الهرمون اللي هو الأهم في البنكرياس، لكن فيه نيرفس. طبعًا إحنا عارفين النيرفس فيه فيجاس وسيمباثيتك. مين صديق الجهاز الهضمي؟ أنا أتصور الفيجاس، وإنها هو ماستر الجهاز الهضمي مليون مرة. فالفيجاس بيزود مين بقى؟ الانزيماتيك سكريشن اللي هي المهم، عن طريق الاستايل كولين ديورينج السيفاليك والجاستريك فيزيس، عن طريق الفوسفولايبيز سي. يعني انت اهم حاجه تقول الفيجاس بيزود الانزيماتيك بس، ده المهم. الاستايل كولين الاكل هو موجود في الراس في السيفاليك فيز، وهو موجود في المعده، عن طريق الفيجاس بيشغل بنكرياس يقول في اكل، يا بنكرياس بقى حط لنا الانزيمات اللي هتهضم هذا الاكل. بينما السيمباثيتك بالعكس بينقص الاكس سكريشن، خلاص. وعليه الانفعال يا اولاد، فهمنا ليه الانفعال يخلي الواحد يحس بحموضه ويجيب له قرحه معديه، لان السيمباثيتك بيقلل الاكس سكريشن. يبقى الفيجاس يزود الانزيماتك، السيمباثيتك يقلل، بس يقلل مين؟ الاكس اللي هو مهم لمعادله الاتس ال. عشان كده فاكر زمان لما كنا طلبه كانوا يقولوا لنا ايه احسن علاج للقرحه المعديه؟ انك انت تهدى، توقف السيمباثيتك، لانه السيمباثيتك ده بيقلل الاكس سكريشن اللي بعد الحمض. فكانوا يقولوا لنا جمله جميله جدا، ذا بيست تريتمنت فور بيبتيك ألسر از، قبل بقى الادويه الجديده اللي طلعت اللي خدناها اللي هو البروتون بامب انهيبيتور والH2 بلوكر، كانوا يقولوا لنا ذا بيست تريتمنت
is long holiday on seashore. إجازة طويلة على شاطئ البحر. عشان تهدى عشان السمباثيتك ما يشتغلش. السمباثيتك ده مصيبة انه بينقص الاكل سيكريشن. طبعا السمباثيتك بيطلع نور ادرينالين اللي بتشتغل عن طريق السايكليك ام بي. ده سؤال مهم جدا. ممكن يجيب لك يقول لك ديسكاس اكل سيكريشن بس او ديسكاس انزيماتيك سيكريشن بس. يبقى هتاخد نص الجدول العلوي ده الاكس في حاله الاكس والانزيماتيك في حاله الانزيماتيك. نجاوب السؤال الثاني اللي هو الاكس سيكريشن. ايه وظيفه الاكس سيكريشن؟ قلنا ان الاكس بيسبق الانزيماتيك. ليه؟ لانه بي بروفايدز النيوترال بي اتش فور انزيم. عشان كده كان بيطلع قلنا منين؟ بيطلع من الداكت سيلز. بروفايدز النيوترال بي اتش فور انزيمز وايفن بي واشز اوت الانزيمز. يعني انزيم بتعوم في الميه وتنزل للانتستين. يبقى ده الاكس سيكريشن ليه وظيفتين. بيعد المسرح, بيعمل لنا نيوترال بي اتش فور انزيمز, وبعدين بيغسل الانزيمز. هنا عاوز اقول سؤال في الام اس كيو مهم جدا يا اولاد. في الديودينام بيبقى الوسط اسيديك, عشان كده الكالسيوم والايرن محتاجين وسط اسيديك لامتصاص يمتصه من الديودينام. ده سؤال ام اس كيو. طب امتى الوسط بيصبح نيوترال في جيجينام؟ يعني في يعني يعني في الديودينام اول حته في الانتستين بيبقى لسه الاتس ال بخيره اسيديك, وينزل بقى الاكس سيكريشن عشان يعادله. بيتم المعادله بالكامل في الجيجينم. دول سؤالين ام اس كيو. يبقى الديودينام اسيدك, وعشان كده سؤال تاني ام اس كيو امتصاص الكالسيوم والار اللي هم عاوزين وسط اسيدك يدوبهم بيتم في الديودينام, اما الوسط بيصبح نيوترال في الجيجينم. طيب ميكانيزم اوف صوديوم بايكربونات سيكريشن. اهم حاجه في الاكس انه ميه وصوديوم بايكربونات. ازاي بنعمل الصوديوم بايكربونات؟ تعال نتفرج مع بعض دلوقتي يا اولاد. زي ما علمتكم في الـ HCl لما يجي لك مشكلة لازم تعمل لها فراكشنيشن. فلما يقول لي ازاي اكون صوديوم بايكربونات, ما فكرش في الصوديوم بايكربونات على بعضه. اقول لنفسي شوف طريقة حلوة قوي, انا عاوز صوديوم وعاوز بايكربونات. ما اقولش انا عاوز صوديوم بايكربونات. وعلمت لك في الحياة لما تواجه اي مشكلة لازم تجزئها وتتعامل مع كل جزء على حده. فانا ما يقول لي ازاي في الاكل سيكريشن عباره عن ميه وبيكربونات, ايه اهم حاجه؟ صوديوم بيكربونات. ازاي البنكرياس بيكون صوديوم بيكربونات؟ ما فكرش في صوديوم بيكربونات, افكر في الصوديوم لوحده والبيكربونات لوحده. نجيب ازاي البيكربونات؟ انتوا حافظين احسن مني. اسهل تفاعل في الجسم كربون دايكسايد مع ميه بمساعده الكربونيك انهيدريز انزيم يديني كربونيك اسيد اللي يبقى ديسوشيتد لبايكربونات وهيدروجين, وهذا البايكربونات از اكتيفلي بامبد في اليومن بواسطه بايكربونات اي تي بيز. جبنا CO2 منين؟ من السيل. نفس السيل دي عشان بتتنفس بتنتج CO2 من السيل نفسها من الضغط سيلز, وجبناه من البلاد. يبقى كده حلينا نص المشكلة. منين جبنا البيكربونات؟ كربون دايكسايد بلس ووتر بمساعدة الكربونيك انهيدريز يديني كربونيك أسيد اللي هيبقى ديسوشيتد لبيكربونات وهيدروجين. البيكربونات هو اللي أنا عاوزه بقى, يبقى اكتيفلي بامبد في اليومن بواسطة بايكربونات اي تي بيز. يبقى فاضل لي الصوديوم. اجيب منين الصوديوم؟ بقولها بطريقه لطيفه. نظرت الضغط سيل على يسارها فلقت البلاط بيموج بالصوديوم, صوديوم في صوره صوديوم كلورايد. فالضغط سيلز قالت اما لو البلاط ادانا الصوديوم يبقى خلاص ادي بايكربونات الصوديوم, يبقى عملنا الصوديوم بايكربونات. بس بقول محدش بيدي حد حاجة كده لله. لازم عشان يدينا حاجة نديله حاجة. لما بتاخد حاجة بضاعة من اي شخص بتديله مقابلها حاجة فلوس. طب ما احنا فاضل عندنا هيدروجين ايون بوزيتيف
طب ما ندي احنا الهيدروجين البوزيتيف، يبقى كده يعني مبادله عادله، هيدروجين بوزيتيف وناخد عوضا عنه الصوديوم بوزيتيف بس بالاكتف ترانسبورت، يبقى كوننا الصوديوم بيكربونات. يبقى ازاي كوننا الصوديوم بيكربونات؟ عرفت ازاي بنفكر فيها؟ بنقسمها، اقول انا عاوز بيكربونات وعاوز صوديوم. بيكربونات اسهل تفاعل في الجسم، سي او2 مع ميه بمساعدة الكربونيك انهيدريز يديني كربونيك اسيد اللي يبقى ديشيتد لبايكربونات وهيدروجين. البايكربونات يبقى اكتيفلي بومبد في اليومن بواسطة اكتيف بايكربونات اي تي بيس. يبقى ناقصني ايه؟ صوديوم. نظرت الدكت سيلز لقت البلاد يموج بالصوديوم في صوره صوديوم كلورايد. طب ما يدينا صوديوم بوزيتيف؟ لا، لازم نديله حاجه زيها بالظبط بوزيتيف. طب ما انا فاضل عندي هيدروجين، يبقى اديله هيدروجين اكتيفلي واخد صوديوم اكتيفلي، اتكلم صوديوم كاون صوديوم بيكربونات. اللي زي ال HCl هياخد وراه ميه باي اسموزس، لازم تبقى في ميه، مش هتبقى كده يا مركز. طب بصوا بقى حاجتين مهمين قوي هنا يا اولاد. يبقى مره اخرى قصاد كل مولكيول صوديوم بايكربونات اتكون في اليومن، الناحيه الثانيه خدنا صوديوم ودينا هيدروجين، فهيتحول الصوديوم كلورايد لما تاخد منه صوديوم تديله هيدروجين الى HCl. يبقى قصاد كل مولكيول صوديوم بايكربونات في اليومن هيتكون، اتكون قصاده في البلاد مولكيول HCl. يبقى الدم اللي خارج الفينس بلاد اللي خارج من البنكرياس فيه HCl هاي اسيدك، فيسموا ده اسيد تايت يموت. تصور يعني في اثناء الصوديوم بايكربونات سكريشن في البنكرياس لكل مولكيول صوديوم بايكربونات في اليومن بيتكون قصاده مولكيول HCl في البلاد، فيسموا ده اسيد تايت. وقلت ليه سموه تايت؟ لانه بيعلو ويهبط. شوف العظمة الإلهية، العظمة الإلهية. أثناء الـ HCl سكيشن في المعدة لكل مولكيول HCl في المعدة بيتعمل مولكيول صوديوم بايكربونات في البلاد، فيخرج الفينس بلاد من المعدة القلاين يموت، يغير pH يموت. في أثناء الصوديوم بايكربونات فورميشن في البنكرياس لكل مولكيول صوديوم بايكربونات في البنكرياس بيتكون مولكيول HCl في البلاد، فيخرج الفينس بلاد من البنكرياس هاي اسيدك يموت اسيد تايد. يبقى ده لوحده يموت الكلاين تايد في حاله الاتس ال سكريشن، وفي حاله البنكرياتيك سكريشن اسيد تايد يموت، يلتقي الطيران فيعدلوا بعض. فخدنا المزايا وضيعنا السميه. ايه العظمه دي؟ يبقى في اثناء الاتس ال الدم خارج الكلاين، الكلاين تايد في صوديوم بيكربونات. في اثناء البنكرياتيك سكريشن الدم خارج اسيدك اسيد تايد في HCl، الكلاين تايد واسيد تايد يلتقوا مع بعض، الفينس بلاد من المعده والفينس بلاد من البنكرياس اسيد تايد مع الكلاين تايد ضاعوا بعض، عشان كده سموهم تايد، لان كل حاجه بتحصل وترجع تاني التاني بيعادلها، عشان كده سموا دي اسيد تايد وسموا دي الكلاين تايد. وراء الخلق قوه عاقله نسميها الله، وأتعجب إن العالم بيوجد فيه ملحدون أعنهم الله. طيب ده السؤال الثاني اللي هو الأكس. السؤال الثالث أقله اللي هو الإنزيماتيك بيسيبوه للبايكيمستري. ده ما إحنا ما بنجاوبش حاجة ونسيب حاجة، إحنا بنقول كورس متكامل. فلو جاب لك قال لك اتكلم على الإنزيماتيك سيكريشن والبنكرياس تاخد نص الجدول، اللي هو تقول بماذا يتميز بانه بور ان فوليوم سمول ان فوليوم بور ان صوديوم بيكربونات ريتش ان انزيمز، وطالع منين؟ من الاسينر سيلز، والكنترول بتاعه اساسا هرمونال بالسي سي كي، لكن بيزيد كمان بالفيجاس بالاستايكولين. وبعدين تقول مين مجموعه الانزيمز؟ للمره الرابعه يا اولاد، للمره الرابعه، البنكرياس لوحده عنده مجموعه انزيمز فولي سفيشنت to complete digestion. الانزيمز دي موجوده في صوره زايموجين جرانيولز في السيلز، وبتطلع الانزيمز دي بروتين، يبقى هتطلع اي بروتين يطلع بره السيل بايه؟ مش بوريك الكلمه دلوقتي، هوريها لك. بروتين
موجود في البنكاتيك سيلز اللي هو في صورة انزيم، انزيم في صورة بروتين، وهيطلع تطلع بعملية اسمها اكسيتوز لواحد ذكي. اي بروتين والانزيمز بروتين، انزيم بروتين هتبقى ديستشارجد من البنكرياتيك سيلز على وجه التحديد الاسينر سيلز اللي بتعمل انزيم بالاكسيتوز. تعالى بقى نتفرج كده على مجموعة منطقة. حضرتك عاوز تهضم ايه؟ انا عندي المواد العضوية ثلاث، كربوهيدرات وفات وبروتين. تعالى بقى افرجك مجموعة منطقة من الانزيمز تقدر تعمل الديجيشن فروم اي تو زد. فالستارش ممثلا عن الكربوهيدرات بيتكسر بالبنكرياتيك اميليز الى مالتوز. حلو خالص. وطبعا البنكرياتيك اميليز لا يدانيه ولا يقترب من سمعته السليفر اميليز. كان عندنا سليفر اميليز، انما ايش جاب لجاب البنكرياتيك اميليز ده بفلوس، سليفر اميليز ده اي كلام. نيجي نيوترال فات، عندنا مجموعه منطقة، عندنا بنكرياتيك لايبيز اكتيف، هو اكتيف لوحده لكن بيبقى اكتيفيتد اكتر زي ما هنشوف بعد شويه بالبايل سولتس. يبقى هو اكتف بس يبقى مور اكتف بالبايل سولتس. ده يهضم النيوترال فات الى فري فاتي اسيدز ومونوجليسرايدز. طب الكوليسترول، عندنا كوليسترول استريز. طب الفوسفوليبيد، البنكرياس فيه فوسفوليبيز A، يكسر الفوسفوليبيد الى فري فاتي اسيدز ولايسوفوسفوليبيدز. ايه العظمه دي؟ طب تعالى بقى البروتوليتيك انزيمز. خد بالك البروتيك انزيمز، احنا عشان نهضم بروتين، تعالى افهمك حاجه الاول، ركز معايا في الرسمه اللي على الجنب دي عشان ما نضيعش وقت في الرسم. اي بروتين، الرسمه اللي هي دي، عباره عن مجموعه امينو اسيدز ماسكه ببعض اهي. فالاول اعتبرها زي حجر كبير. الاول نكسر الحجر الكبير ده لحجرين اصغر. يعني اول انزيم هيشتغل على البروتين بيشتغل جوه، يفلق البروتين الى قسمين فيسموه اندو، اندو اللي نشتغل جوه بيبتايديز. بعد كده كل جزء بقى اتقسم، نكسر الامينو اسيد عند الحرف الواحد تلو الاخر تلو الاخر، يبقى اكزو بيبتايديز. يبقى هضم البروتينات يا اولاد يحتاج الى نوعين من الانزيمز. تبتدي بمين؟ الحجر الكبير تفلقه من جوه في النص يبقى اندو بيبتايديز، وبعدين كل حته صغيره تطلع امينو اسيد من الطرف الواحد تلو الاخر تلو الاخر، يبقى اكزو بيبتايديز. طب هل البنكرياس عنده مجموعه كده؟ اه طبعا، عنده التريبسين والكايموتريبسين، دول اندو بيبتايديز اهو، الاثنين دول اهم اندو بيبتايديز، اندو اهي. وعنده كاربوكسي بولي بيبتايديز، ده اكزو بيبتايديز. بس خد بالك بقى بمليون جنيه الكلمه اللي جايه دي، البروتيوليتيك انزيمز طول عمرها طول عمرها زي البيبسين كان موجود في صوره انكتيف اسمها بيبسينوجين. فالبروتيوليتيك انزيمز موجوده في صوره انكتيف. ليه؟ لانها لو اكتيف، تخيل البروتيوليتيك انزيم بيهضم بروتين موجود جوه خليه اكتيف، يبقى هيهضم الخليه اللي هو فيها. فعشان كده التريبسين موجود في صوره اسمها تريبسينوجين اللي هو يعمل جينيسيس اوف تريبسين، والكايموتريبسين موجود في صوره اسمها كايموتريبسينوجين. ليه سموها جين؟ على انتهاء الكوجين، عشان هيعمل جينيسيس يعني توليد تخليق للكايموتريبسين. والكربوكسي بولي بيبتايديز موجود في صوره انكتيف اسمها برو يعني قبل، برو كربوكسي بولي بيبتايديز. يبقى البنكرياس الثلاث انزيمات دول موجودين اوريدي فيه في صوره انكتيف، التريبسين في صورة تريبسينوجين، والكايموتريبسين في صورة كايموتريبسينوجين، ودول اندو بيبتايديز، والكربوكسي بولي بيبتايديز في صورة برو كربوكسي بولي بيبتايديز، وده اكزو بيبتايديز. طيب حضرتك عاوز تعمل لهم اكتيفيشن فين؟ فكر معايا، عاوز اعمل لهم اكتيفيشن فين؟ الهضم بيتم في الانتستين. لما يطلعوا من البنكرياتيك سيلز على وجه التحديد الاسينر سيلز ويوصلوا الانتستين، عاوزهم يبقوا اكتيفيتد. بس شوف العظمه، عشان كده ربنا خلى في الديودينام، هما البنكرياتيك سيكريشن بتطلع بنكرياتيك داكت بتصب في الديودينام، مستنيهم هناك انزيم هينشطهم اسمه
انتيروكينيز او انتيروبيبتايديز. انتيرو يعني بتاع الانتستين، انتيرو يعني انتستين، وكينيز يعني محرك هنشطه. وانا بقولها حتى الطريقه فيها مزاح كده عشان تفتكروها. الانتيروكينيز قال لهم انا مش عاوز اضيع وقت. قالوا له يعني ايه التلات انزيمات؟ قال لهم قولوا لي مين الزعيم بتاعكم. قالوا له التريبسينوجين. قال لهم بس انا هحول التريبسينوجين الى تريبسين، انا هشتغل الانتيروكينيز بتاع الانتستين، انا هنشط لكم التريبسينوجين لتريبسين، وهو ينشط الباقي. فالتريبسين بينشط بقيه التريبسينوجين لتريبسين اوتو اكتيفيشن، وينشط الكايموتريبسينوجين الى كايموتريبسين، والبروكربوكسي بولي بيبتايديز الى كربوكسي بولي بيبتايديز. يبقى هما موجودين في البنكرياس في صوره ان اكتف. ليه؟ عشان ما يهضموش البنكرياتيك سيلز، الاسن سيلز. وانت قلت بذكائك هننشطهم فين؟ الهضم بيتم في الانتست، لما ينزلوا الانتستين، لما يوصلوا الديودينم نبقى ننشطهم. فهناك في انزيم كده مستنيهم في الانتستين لتنشيطهم، اسمه انتيرو عشان في الانتستين كاينيز، لانه هيحركهم يخليهم نشيطين، او انتيرو بيبتايديز. وقلنا ده باشا، قال لهم انا نشط واحد بس وهو ينشط الباقي، فهو بينشط التريبسينوجين الى تريبسين الزعيم، والزعيم التريبسين ينشط بقيه التريبسينوجين لتريبسين اوتو اكتيفيشن، وينشط الكايموتريبسينوجين الى كايموتريبسين، والبروكربوكسي بولي بيبتايديز الى كربوكسي بولي بيبتايديز. ومن العظمه الالهيه يا اولاد، عشان البنكرياس ما يهضمش نفسه، اول حاجه عملها ربنا ايه؟ انتوا قلتوا له هالي ان الانزيمات موجوده في صوره ان اكتف اهي. لا ده في حاجه تانية، وحط ربنا معاهم في البنكرياس كده تريبسين انهيبيتور، عشان هو عارف الزعيم بتاعهم اللي ممكن ينشطهم مين؟ التريبسينوجين. لو تحول اي قدر منه تريبسين هينشط المجموعه كامله. فقاعد معاهم في البنكرياس واحد كده ماسك لهم عصايا، اوعى حد منكم يا غجر يتنشط في البنكرياس ويهضم لنا البنكرياس، دي حاله مميته. الاكيوب بنكرياتايتس دي نسبه الوفاه فيه عاليه جدا لو حصل تنشيط الانزيم والبنكرياس هضم نفسه. فمعاهم في البنكرياس تريبسين انهيبيتور، لكن هيتنشطوا فين؟ في الديودينم بوست انتيرو كاينيز. نكمل بقى المجموعه، مجموعه منتقاه. ده مش بس في اندو اكزو بيبتايديزس، ده في دي اوكسي رايبونيوكليز لهضم الدي ان اي، دي اوكسي رايبونيوكليك اسيد، ورايبونيوكليز لهضم الار ان اي، مجموعه منتقاه. تعال بقى اشوف ليه القصه الرهيبه اللي قلناها دي، لان لو حصل ان الانزيمات دي اتنشطت وابتدت تدستروي البنكرياس وحصل اكيوت بنكرياتايتس، الحاله دي ليثل يعني مميته. على ايامنا ما اعرفش دلوقتي العلاج اتحسن ولا لا، كان لو واحد جاله اكيوت بنكرياتايتس نسبه الوفاه 50% يعني 1 تو 1، يمكن تحسن دلوقتي شويه. طب افرض الشخص ده عاش، يبقى يعيش طول عمره عنده بنكرياتيك انسفيشنسي، يبقى اللايف لونج بنكرياتيك انسفيشنسي. وانت فاهم البنكرياس ده اهم غده للهضم، خلاص، لدرجه برضه كونجينيتال ديفيشنسي اوف بنكرياتيك انزيمز الاندوبيبتايديزس بتدي بنكرياتيك مال نيوتريشن، يعني ما مش عارف استفاد بالبروتين ان ما عنديش اندو بيبتايديز. فلا تنسى ان اهم مجموعه انزيمات في الجي اي تي، اهم غده في الجي اي تي هي البنكرياس. مره اخرى اهي، كان كومبليت دايجيشن فروم اي تو زد، في للستارش بنكرياتيك اميليز، للنيوترال فات ثلاثة، بنكرياتيك لايبيز، كوليسترول استريز، فوسفولايبيز اي، وللبروتين عندنا اكزو اندوبيبتايديز، وعندنا دي اوكسي رايبو نيوكليز ورايبو نيوكليز. وقلنا موجودين في صورة اكتف، عاوز تنشطهم في الانتستين، فمستنيهم في الانتستين تيرو كاينيز، بس بيتعامل مع الزعيم بس اللي هو التريبسينوجين، احوله لتريبسين، والتريبسين يحول بقيه التريبسينوجين لتريبسين اوتو اكتيفيشن وينشط الباقي. ومعاهم واحد وقف لهم بالعصايه في البنكرياس لحد فيهم يتنشط، فين الزعيم بتاعكم اللي ممكن ينشطكم؟ التريبسين. فمعاهم تريبسين انهيبيتور.
ده كان غدة البنكرياس يا أولاد. مش عيب واسيب انتوا تعيدوا بقى عشان تبقى الاستفادة جامدة. ندخل على الليفر. الليفر والبيلياري سيستم. الكبد يا ولاد، في كيف تربح المليون؟ بيسألك سؤال جميل، مين اللارجست جلاند ان ذا بودي؟ أكبر غدة في الجسم. الليفر. الليفر يعتبر غدة. هو أكبر غدة في الجسم. ده سؤال طريف بيعرفه ناس مش أطباء يا ولاد. فعيب إحنا كأطباء ما نعرفوش. الليفر ده هو أكبر غدة في الجسم. The largest gland in the body. طب إيه الوظيفة الأساسية للليفر في الجي اي تي؟ إنه بيشتغل كمرشح، فلتر. البلاد اللي جاي من الجي اي تي جاي فيه حاجات كتيرة جدا. في أكل need to be metabolized، ما قدرش نرميه على البلاد على طول. وفي بكتيريا، فهو بيرشح البلاد اللي جاي من الجي اي تي قبل ما يدخل الريست اوف بلاد. يبقى فلتر بتوين بلاد اوف جاست اوف انسان تاك اند ريست اوف بلاد. طيب نيجي فانكشنز اوف ليفر. بصوا يا ولاد، السؤال ده عمره ما يجي. واحد يقول لي ليه ده شكله حلو جدا انت هتقول فيه كلام مهم. يا اولاد عمره ما يجي. عشان كده انا كتبت البرنسبل فانكشنز. ليه؟ لانك افهم. لو انا فعلا عاوزك تجاوب سؤال الفانكشنز اوف ليفر، لازم تكتب لي 3/4 كتاب البايوكيمستري. لان معظم التفاعلات الكيميائيه في الجسم تحدث في الليفر. فعشان اجاوب اجابه كامله للفانكشنز اوف ليفر، لازم اكتب 3/4 كتاب البايوكيمستري. عشان كده ما بيجيش. فعشان كده حتى انا كتبت جمله من عندي، طبعا خدتها من تكست بوكس، برينسيبل فانكشنز. يعني دي العناوين الأساسية. إيه وظائف الليفر العامة كده؟ كلام عام. لكن كل وظيفة عشان تشرحها عاوزة صفحات، عشان كده ما بيجيش. في 3 وظائف أساسية للليفر. الوظيفة الأولى إنه vascular functions. vascular functions دي أول وظيفة. إنه في حاجتين في vascular functions. إن الليفر بيستور 200 ل 400 ملليترز اوف بلاد. يبقى ستورج فانكشن 200 ل 400 ملليترز اوف بلاد. تاني وظيفه ان هو اميونيتي فانكشن في البلاد. ايه بقى الاميونيتي فانكشن في البلاد دي يا اولاد؟ انه في الليفر ماكروفاجز نون سبيسيفيك اللي هو اسمها كوبفر سيلز، نخله نحاسيه زي ما قلنا. كوبفر جاي من كلمه كبر اللي بتلمع. دي بتريموف 99% من البكتيريا من البورتال بلاد. ادي اول وظيفه من الثلاثه، فاسكولار فانكشن فيها كلمتين. الليفر بيستور 200 400 سنتي بلاد. وفي الاميونيتي عنده نون سبيسيفيك اميونيتي سيلز اللي هم الماكروفاج. الليفر ماكروفاج اسمها كوبفر سيلز بتريموف. تخيل الاكل، الاكل ده في بكتيريا كتير، والانتست مليان بكتيريا، 99% من البكتيريا اللي جايه في البورتال بلاد. نيجي بقى الميتابوليك فانكشن نمره 2 اللي هي بقول لك 3/4 كتاب البايوكيمستري. دي لوحدها تاني وظيفه، 6 وظائف. هنتكلم كربوهيدرات، فات، بروتين، فيتامينز ومينرالز. مش دي الحاجات اللي بناكلها؟ يبقى دي 5 زائد نمره 6 ديتوكسيفيكيشن اند سيكريشن ان بايل. كربوهيدرات، ارجع الاندوكراين، الليفر مع الهرمونز كان بيظبط نسبه الجلوكوز في الدم، جلوكوستاتيك ميكانيزم، قلتها بالتفصيل في الاندوكراين. لما تاكل بياخد الجلوكوز اللي انت اكلته يحوله الى ليفر جلايكوجين ويحوله الى ليبت. طب لما تجوع ازاي بيظبط الجلوكوز اللي في الدم؟ بيدي جلوكوز للدم بعمليتين، بالجلايكوجينوليسيس والجلوكونيجينس. ده في عجاله. يعني انا بوريك ان الجلوكوستاتيك فانكشن دي كانت سؤال في الاندوكراين، دور الليفر في ضبط المستوى بتاع الجلوكوز في الدم. لما تاكل بيمنع انه يزيد، بيحوله لجلايكوجين وليبيد. ولما تصوم بيمنع انهياره في الدم بالجلايكوجينولز والجلوكونيجينز. طب نيجي في الفات، بيعمل اتي، بيعمل اوكسيديشن الفاتي اسيد ويحول الاكسس كربوهيدرات وبروتين اللي انت ما انتش عاوزهم الى فات. اي اكل تاخده زياده
عن احتياجك سواء كربوهيدرات او بروتين بيحولوا الى فات. وبعدين بيفورم بقى الاتي، بيعمل الفيري لو دنسيتي لايبوبروتين واللو دنسيتي لايبوبروتين اللي هما بنسميهم الباد كوليسترول. عشان كده طول عمري اقول عاوزين الواطي واطي، احنا عاوزين اللو يبقى لو، الجود كوليسترول اللي هو الهاي دنسيتي ده عاوزينه عالي. كنا قلناه في اوانيه 70-80% من الكوليسترول بيتعملوا في الليفر. النقطه دي انا عاوز اقف عندها، هتهمنا اكتر من موضوع امتحان فيسيولوجي. طبعا مرض العصر يا اولاد، ثلث الناس في عالمنا هذا بيموتوا من هارت اتاك، يعني يحصل هارت اتاك مايكارد انفاركشن، يموت حته كبيره في القلب فالقلب يقف والشخص يتوفى. الله ده غير اللي بيجي لهم ستروك في المخ اللي يجي له شال نصفي وحاجات زي كده ممكن يتوفاه الله برضه. الامراض دي بتاعت الاوعيه الدمويه مرتبطه بايه يا اولاد؟ مرتبطه بتصلب الشرايين الاثيروسكلروز اللي هو مرتبط بمين؟ بالكوليسترول. الكوليسترول 70-80% منه بيتعملوا في الليفر. ايه اهميه المعلومه دي؟ لما بيجي لي واحد معرفه ويقول لي عندي الكوليسترول عالي، الدكتور قال لي هظبطه عن طريق الاكل، لا، الاكل يساهم لكن ما يظبطش الكوليسترول. لان معظم الكوليسترول اللي في الدم مش جاي من الاكل، جاي من الليفر. يبقى لازم تاخد ادويه توطي الكوليسترول، يسموها ستيتنز، اللي هي من الادويه القليله التي، اسمع الجمله دي، تطيل العمر، بتزود اللايف اكسبكتنسي. فكل يعني شخص معرفه يجيني ويقول لي الكوليسترول مش مظبوط عندي وبيقولوا لي هظبط اكلي، اقول له ما ينفعش. ليه؟ لان اقول له معظم الكوليسترول 70-80% مش في الاكل، بيتعمل بالليفر، فلازم تاخد ادويه تثبط الانزيمات في الليفر اللي بتعمل الكوليسترول، اذروايز هيجي لك اثيروسكلوزس وهتاثر في اللايف اكسبكتنسي بتاعتك. ثالث حاجه بتتعمل في الفات الفوسفوليبيدز. طب نيجي للبروتين، بروتين بيعمل ايه؟ دي امينيشن وامينو اسيدز، وبعدين يفورم الفورميشن ل 90% من البلازما بروتين، بيتعملوا في الليفر. ليه بنقول 90%؟ لان قلنا جزء من الجاما جلوبولينز اللي هو الانتي بوديز بيتعملوا في البلازما سيلز اللي بره الليفر، يعني بيتعملوا في البلازما سيلز بتاعت الليفر وبلازما سيلز اللي بره. عشان كده قلنا 90% من البلازما بروتين، مش كل البلازما بروتين. الجاما جلوبولينز جزء منها بيتعمل بره، تمام؟ طيب بيعمل اليوريا والنون اسينشال امينو اسيدز. طبعا نون اسينشال لان الاسينشال امينو اسيد ما بيتعملوش في الجسم، فهو مش عاوز عبط النون اسينشال امينو اسيدز. طب نيجي في الفيتامينز، يبقى اتكلمنا كربوهيدرات فات بروتين. فيتامينز بيستور ثلاثه فيتامينز مهمه جدا، احفظها بطريقه سهله، بدل ما تقول اي بي سي فوت سي قول اي بي دي، بيستور فيتامين اي وبي 12 ودي. طب نيجي للمينرالز، هو الليفر لونه ايه يا اولاد؟ لونه احمر. ليه؟ لانه بيختزن فيه الحديد، ستورج اوف اير. قلت اي حاجه في جسمك فيها حديد لونها احمر. هو البلد ليه لونه احمر؟ عشان الهيموجلوبين 70% من الحديد موجود في الهيموجلوبين في الدم، عشان كده الدم احمر. العضلات ليه لونها احمر؟ عشان في حديد في الميوجلوبين. الليفر ليه احمر؟ عشان بنستور الحديد في الليفر، وكنا حتى قلناها والاهلي حديد لونه احمر الفانيلا بتاعته في مزاح يعني. فبيستور الاير مع بروتين اسمه ابو فيريتين مع الاير ندي فيريتين. وانتوا بتغلطوا مش عارف ليه تقولوا ايرن مع فيريتين يدي ابو فيريتين، لا انا بقولها برضو في مزاح، ابو الفيريتين هو اللي بيدي الفيريتين، ابو الفيريتين مع الاير يتجوز الاير يخلفه الفيريتين عشان ما تلخبطهاش. يبقى ابو فيريتين مع الاير يدوا فيريتين. الوظيفه السادسه، يبقى اول خمسه هتفتكرهم ازاي؟ الخمس عناصر اللي في الاكل: كربوهيدرات، فات، بروتين، مينرالز، فيتامينز. ادي ازاي تفتكرهم ميتابوليك فانكشن الخمسه، وتحط عليهم نمره سته ديتوكسيفيكيشن and secretion in bile. لمين؟
the drugs. أدوية كتيرة جدا بتتكسر في الكبد، وعليه أنت كطبيب شاطر لو دواء بيتم الان اكتيفيشن بتاعه في الكبد، يبقى لما يبقى العيان الكبد بتاعه تعبان يا اما تتفادى هذا الدواء تماما او تقلل الجرعه منه، لان الكبد مش هتعرف تشيله. التوكسينز، كل التوكسينز بناخدها اولاد بيحصل لها ديتوكسيفيكيشن، ازاله لسمياتها في الكبد. وهنا بحب احكي لكم قصه صغيره. ارخص سندوتشات في بلادنا هي سندوتشات الكبده، عارف ليه؟ لانه في يوروب وفي امريكا وفي العالم الغربي عموما عارفين كويس قوي ان الكبد ده بيعمل ازاله لسميه التوكسين، بيجمع كل التوكسين في الجسم ويشيل السميه بتاعتها، يعني هو مصنع السموم. لما انت بتسلطر الانيمال، تذبح الانيمال، بيبقى الليبر لم توكسينز والانيمال مات، ما لحقش يعمل لها ديتوكسيفيكيشن، ازاله للسميه. فعشان كده حضرتك لما تاكل الكبده بتاع الانيمال المذبوح ده، انت بتاكل كبده فيها السموم اللي بسبب موت الانيمال، بسبب انه اتذبح ما تخلصش منه. فهم عارفين تاكل كبده ان تاكل سموم، فعشان كده ما بياكلوهاش، هم يصدروها لنا احنا بقى بسعر رخيص، وانت مبسوط قوي قوي ان ساندوتش الكبده بسعر رخيص وعمال تديها كبده وانت بتاكل سموم سموم. هرمونز كتيرة بيحصل لها ان اكتيفيشن في الكبد، خصوصا الاستيرويدز ده. وبعدين سكريشن الكالسيوم بيبقى سكريتد جزء منه في البايل، يبقى ده الميتابوليك فانكشن. وظيفة تانية، يبقى اول وظيفة الفاسكولار فانكشن كانت ستورج وميونيتي، اتنين. تاني وظيفة من التلاتة الميتابوليك فانكشنز كانت ستة، الخمس حاجات اللي بتاكلهم كربوهيدرات فات بروتين وفيتامينز ومينرالز، زائد اهم وظيفة بقى اوعى تنساها، اوعى تنساها، ده انا حكيت عنها قصص، الدراجز والتوكسينز والهرمونز، ديتوكسيفيكيشن اند سكريشن ان بايل. طيب انا في زميل فاضل بيكاتب لي ان احنا يعني سنة تانية، فين يا جماعة الدايجيشن ده؟ في معظم جامعاتنا العربية هو في سنة تانية اساسا، يعني المحاضرة دي اساسا لطلبة السنة الثانية. طيب فيعني للايضاح يمكن هم خدوها في اولى بقى، اتس نوت ماي فولت يا اولاد، انا هقول كل حاجة باذن الله في اوانيها. روم واز نوت بيلت اون وان داي، لم تبنى روما في يوم واحد. كل حاجة باذن الله، بس بالاهم في الاقل اهمية. ثالث واخر وظيفة هي دي بقى موضوعنا يا اولاد، secretory and excretory function. الليفر بيطلع افراز واخراج. secretory يعني افراز مفيد اللي هو bile salts، واكسكريشن يعني اخراج غير مفيد ضار اللي هو bile pigments. مش الليفر دي ايه العصاره بتاعت الليفر اسمها ايه يا اولاد؟ اسمها bile، العصاره المراريه. جزء منها مفيد اللي هو الاملاح الصفراويه لانها مهمه للدايجيشن والابزوربشن فات، ده البايل سولتس. فدي سكريشن افراز مفيد، سكريشن يعني حاجه مفيده، انما اكسكريشن، اكسكريشن يعني اخراج حاجه مش مفيده اللي هي البايل بيجمنتس. دي الوظيفه الثالثه، ان سكريتوري اند اكسكريتوري فانكشن بيطلع البايل اللي هو بايل سولتس وبايل بيجمنتس. طيب مش هنعيد برضو يا اولاد، انت تبقى تعيد عشان خاطر عاوز اديكم كميات معتبره. انا هشرح النهارده البايل سولتس فقط، وهسيب البايل بيجمنتس والموضوع الاهم المحاضره ما قبل الاخيره في الدايجيشن، وهي المحاضره القادمه باذن الله. البايل يا اولاد، البايل 500 ملليلتر بير داي، يعني نص لتر في اليوم. البايل ده عباره عن بايل سولتس اللي هو افراز مفيد، وبايل بيجمنتس اخراج غير مفيد، ودول ديزولفد يعني دايبين في الكالاين الكترولايت سوليوشن. هو ده ليه الكالاين؟ هو البنكرياس ده بالظبط على فكره الكالاين الكترولايت سوليوشن بتاع الليفر زي بتاع البنكرياس، ده سيم اس بنكرياس. وظيفتهم ايه؟ الليفر بتصب العصاره بتاعتها في الديودينام، والبنكرياس في الديودينام، الاثنين ليه الكالاين عشان يعادل
يعادل المصيبه اللي هو الاتس ال اللي جاي من المعده. كان لطيف في المعده انه كان بيسترلايز الفود، كان بيعقم الاكل، كان مرغوب في المعده وقلنا وظايفه في المعده، لكن لو دخل انتستين هيمنع الدايجيشن لانه وعليه الابزوربشن، لان قلت معظم الانزيمات بتشتغل في الكلاميه. عشان كده مستني البنكرياس بيصب عصارته في الديودينم، والليفر بيصب عصارته في الديودينم برضه، فهما الاثنين الكلاين الكترولايت سوليوشن. تفتكر ولا تنسى، ما بزهقش بقول الوسط في الديودينم ايه يا اولاد؟ سؤال ام اس كيو، اسيدك. عشان كده امتصاص الكالسيوم والحديد اللي هم لازم يبقوا دايبين في وسط حامضي بيتم في الديودينم هما الاثنين. امتى بيبقى نيوترال او الكلاين؟ في الجيجنم. تاني حته، النهارده موضوعنا البايل سولتس. تعال بقى نشوف شويه نقاط بايل كيمستري، بس مضطر اقولها وفي عجاله. بايل سولتس، ايه هي البايل سولتس؟ عباره عن صوديوم وبوتاسيوم سولتس اوف بايل اسيدز. ادي المعلومه الاولى، يبقى في بايل اسيدز لما يتحدوا مع الصوديوم او البوتاسيوم نسميهم بايل سولتس. كانت هذه المعلومه الاولى. اول يعني ايه؟ يعني البايل سولتس او البايل اسيدز كلهم كونجوجيتد، يعني متحدين في الليفر مع جلايسين امينو اسيد او تورين. التورين ده دريفاتيف اوف سيستين امينو اسيد. يبقى كلهم البايل سولتس او البايل اسيدز، قلنا السولتس هم الاسيد متحده مع صوديوم بوتاسيوم. السولتس والاسيد بيبقوا كونجوجيتد مع جلايسين او تورين اللي هو دريفاتيف اوف سيستين. دي المعلومه الثانيه. المعلومه الثالثه، البايل سولتس ار فورمد فروم كوليسترول. اظن فهمت ليه الليفر بتعمل 70-80% من الكوليسترول. الكوليسترول ده مش ماده سيئه سمعه فقط بتعمل اثيروسكلروزيس، لا، ماده مفيده. كل الاستيرويدز، الاستيرويدز في جسمك، الاستيرويد هرمونز، وادي البايل اسيدز اهي معموله من الكوليسترول. طيب يبقى قلنا دي ثالث معلومه. البايل اسيدز في ثالث معلومه، دول فور تايبس اوف بايل اسيدز ان هيومن. في الهيومن بينجز اربع انواع بس من البايل اسيدز. التو برينسيبال اور برايمري بايل اسيدز فورمد ان ذا ليفر. يبقى اول اثنين اللي هم البرايمري اللي هم البرنسبل بيتعملوا في الليفر. لما ينزلوا من الليفر للانتستين، سمول انتستين، وبعدين يمشي شويه يروحوا للقولون اللي هو اللارج انتستين، بفعل البكتيريا بتحول التو برايمري بايل اسيدز دول لكمان اثنين تانيين، تو سكند بايل اسيدز فورم ان ذا كولون باي بكتيريا. تعال نشوف اساميهم بقى. الاثنين الاساسيين اللي اتعملوا في الليفر اللي هم الكوليك اسيد وتشينودوكسي كوليك اسيد، دول اتعملوا في الليفر. دول الاثنين الاساسيين، دول التو برينسيبل، دول التو برايمري. لما يوصلوا القولون بالبكتيريا هيتحول الاولاني الى دي اوكسي كوليك اسيد، والثاني يتحول الى لايثو كوليك اسيد. يبقى دي اوكسي اند لايثو، دي اوكسي اند لايثو. عددهم كام اهم؟ بص قصادك قصادنا ولا لهم، اتنين في الليفر اتحولوا بالبكتيريا في القولون الى اتنين تانيين. يبقى عندك اتنين في الليفر بيتم تحويلهم لاتنين تانيين في القولون بفعل البكتيريا، يبقى عددهم اربعه. بتوع الليفر هم دول الاسين، فيسموهم التو برنسبل او برايمري، دول يسموهم السكندري. معلومه الرابعه، بايل سولتس اهي، شوف بعد معاك النقطة اهي. بايل سولتس ار امفيباثيك. وعلمتك يعني ايه امفيباثيك؟ يعني لما يبقى الجزيء في جزء بيدوب في الميه هيدروفيليك بيحب الميه، وجزء هيدروفوبيك ما بيحبش الميه، يسموه امفيباثيك. يبقى هافينج هيدروفيليك اند هيدروفوبيك دومينز، دومين يعني بورشن. اوعى تنسى، يبقى اي جزيء فيه جزء يحب الميه وجزء ما يحبش الميه، التعبير اسمه انفيباثيك. قلتها لكم في سنه اولى مزاح لما يقول لك بماذا يتميز البايل زي ما قلنا سولتس بانها انفيباثيك. ان افتكر حاجه في وش الممتحن انفيباثيك، يعني روح ماسك مناخيره كده وقول له اسمها انفيباثيك عشان ما تنساش.
حتة هيدروفيلك وحتة هيدروفوبك ليها اسم في الطب بيسموها ايه؟ امفيباثيك، عشان ما تنساش. طالب ساعات بيقول لي بننسى بس بنفتكر انت حكيتها ازاي. الامفيباثيك يبقى البايل سولز امفيباثيك، يعني فيها حتة هيدروفيلك وحتة هيدروفوبك. بتعمل سيلندريكال ديسكس كولد مايسيلز، اهي يعني حاجه زي الاسطوانه، اهي شايف الاسطوانه دي، يسموها مايسيلز. يبقى البايل سولتس اهي بتعمل حاجه اسمها مايسيلز. مايسيلز يا اولاد، لان طبعا هي شكلها زي الاسطوانه، بس لو بصيت تحت الميكروسكوب هتلاقي الاسطوانات دي عامله زي خطوط صغيره زي الخطوط اللي انت شايفها دي. فكلمه مايسيلز للزملاء الاصغر سنا معناها سمول تيلز، يعني اذيال قصيره، اذيال قصيره، سمول تيلز. ايه الفكره؟ تعال افهمك. انا علمتكم حاجه جميله قوي في الطب يا اولاد، في الجي اي تي، عشان حاجه تمتص من الجهاز الهضمي لازم تبقى سوليبل ان ووتر. سوليبل يبقى ابزوربابل، ان سوليبل تبقى نوت ابزوربابل. قاعده مهمه جدا، عمرك ما تمتص حاجه من الجهاز الهضمي اذا كانت دايبه. سوليبل يبقى ابزوربابل، ان سوليبل يبقى نوت ابزوربابل. حتى الكالسيوم والحديد كنا عشان نمتصهم لازم ندوبهم. مين يدوب الكالسيوم والحديد؟ قلنا الحديد يدوب في هيدروكلوريك اسيد، عشان كده هما الاثنين لازم يدوبوا في الهيدروكلوريك اسيد اللي هو بيبقى لسه بخيره في الديودينام، عشان كده الكالسيوم والاير بيمتص من الديودينام. طب نحفظ مين يدوب الحديد؟ قلنا مين يدوب الكالسيوم؟ دوبه في ميه، لو حطيت عظمه في ميه تدوب، حطيت مسمار في ميه تدوب، في اسيد. طب فين الحته اللي فيها الاسيد في الانتستين؟ ديودينام، لسه ما اتعداش الاسيدك، عشان كده الكالسيوم والاير بيمتص من الديودينام. قلت في ما بينهم كومبيتيشن، هنقولها مع الابزوربشن، اللي هم اثنين دايفيلنت يعني بيتصارعوا على نفس الكارير. قلناها حتى مع الاتس ال، قلتها لكم المحاضره الماضيه. طب دلوقتي انت الليبيد ما بتدوبش في الماء، ده حتى المثل بيقول الصداقه والمال لا يختلطان. كما ايه؟ كما الزيت والماء، يعني الزيت اللي هو ليبيد عمره ما يدوب في الماء. طيب فايه اللي بيحصل بقى؟ البايل سولز دي بتشتغل كفيهيكل، فيهيكل يعني مركبه. كل الليبيد اللي انت عاوز تمتصها تحطها جوه الاسطوانه دي، اللي هي الاسطوانه دي الجدار بتاعها معمول من البايل سولز، شكلها زي الاسطوانه زي اذيال قصيره فسموها مايسيل، تحط جواها كل الليبيد اللي عاوز تمتصه. الجزء الخارجي من البايل سولز هيدروفيلك بيدوب في الميه. فتقدر تاخد الفيهيكل دي، المركبه دي، الليبيد كلها موجوده جواها ومحوطها بالبايل سولز اللي هو الجزء الخارجي منها دايب في الميه، توديها لحد البوردر بتاع الانسان سيلز وهناك يتم امتصاصها. دي كانت الوسيله الوحيده لامتصاص الليبت. يعني عارف قيس ليلى، اما تقول لي فات عشان يمتص محتاجين بايل سولتس، فهمت ليه؟ لان الفاتس لا تختلط معناها بدوبش الماء. المال والصداقه لا يختلطان كما ايه؟ الزيت والماء. فانت عملت لهم اسطوانه الجدار بتاعها معمول من بايل سولز وحشيت جواها كل الليبيد، فاصل البايل سولز قلنا فيها حته منها هيدروفيلك بتحب الميه بتدوب في الميه، خدت المركبه دي من البايل سولز جواها كل الليبيد وديتها لحد الانسان سيلز البراش بوردر وهناك تم. هتفرج عاوز ناس فاهمه. يبقى اهو المايسيل الاسطوانه دي اهي، انت حاطط جواها كل الليبيدز اللي انت عاوزها ورايح بيها في الميه بتاعت الانتستين للبراش بوردر بتاعت الانتيروسايتس. انتيروسايتس يعني خلايا الانتستين، عشان تمتصها. حتى بعد كده معظم الفات بيمتص فين بقى يا اولاد؟ فاكرين في الليمف مش في البلاد فيسلز، ما تقلقش. 80% من الفات بيمتص في الليمف نوت ان بلاد فيسلز. فنكمل بقى. البايل سولتس قلنا انفيباثيك، يعني فيها حته هيدروفيلك وحته هيدروفوبيك. بتعمل اسطوانات سيلندريكال ديسكس نسميها مايسيلز. طب الجزء في البايل سولز الهيدروفيلك هنخليه فيس اوت ناحيه الميه بره،
والجزء الهيدروفوبيك بورشن فيس ان لجوه، احنا عايزين الجزء الخارجي يبقى يدوب في الميه. فالليبيدز كولكت ان ماي سيلز، يعني اعتبر الماي سيلز دي الاسطوانه دي هي القارب، هي المركبه اللي هتحط جواها الليبيد وتعومها في الميه لحد الانسان سيلز. فالليبيدز كولكت ان ماي سيلز. الكوليسترول بتحطه في الهيدروفوبيك سنتر اهو، كوليسترول في السنتر اهو في الحته اللي هي ما بتدوبش الميه. طب والفوسفوليبيد والمونوجلسرايدز دول زي البايل سولز امفيباثيك، يعني فيها الهيد بيدوب في الميه يبقى تحطه لبره. الهيدز بتاعه الفوسفوليبيد والمونوجلسرايدز ده هيدروفيليك تحطه اوتسايد، والتيل اللي هو هيدروفوبيك تحطه لجوه. والكوليسترول بقى اللي هو ما بيدوبش خالص ده حطه في السنتر بتاع المايسيلز. ادي تركيب المايسيلز بس طريقه سهله مفهومه، وانا بحب الرسم قوي يا اولاد واحب الكلام المنظم ومش هعيد تاني. يبقى اتكلمت قلت انه البايل سولتس هي البايل اسيدز متحده مع الصوديوم والبوتاسيوم، جمله اولى. وبعدين البايل سولتس والبايل اسيدز كلهم كونجوجيتد مع جلايسين او تورين، تاني معلومه. وبعدين قلنا البايل اسيدز معموله من الكوليسترول وفور تايبس، تو برينسبل او برايمري بتعمله في الليفر بالبكتيريا بتحوله لاتنين تانيين يبقى عددهم اربعه. طب البايل سولتس قلنا دي امفيباثيك، يعني ايه امفيباثيك؟ فيها حته هيدروفيليك وحته هيدروفوبيك، عامله اسطوانات اسمها مايسيلز، حاطين الحته اللي تدوب في الميه بره الهيدروفيليك والحته اللي ما بتدوبش في الميه جوه من البايل سولتس اللي هي اللون الاسود قوي دي، دي البايل سولتس اللي عامله الاسطوانه. اعتبر الحته السوداء دي قوي جزئين، الخط الداخلي بتاعها هيدروفوبيك اللي بره ناحيه ميه ده هيدروفيليك. وبعدين حطيت جواها الليبيد اللي انت عاوز تمتصه، الكوليسترول في السنتر والفوسفوليبيد والمونوجلسرايدز اللي بره، الهيد بتاعهم اللي بيدوب في الميه لبره والتيلز لجوه. وظيفتهم ايه بقى؟ اهي المايسيلز كيب الليبيد ان سوليوشن، يعني سوليبل ان ووتر، توديها البراش بوردر عشان تبقى ابزوربت. نيجي اللوحه الاخيره يا اولاد، او اسف ما قبل الاخيره، ما قبل الاخيره بس يعني ماشيين بمعدل جامد الحمد لله. ميكانيزم اوف بايل سولت سيكريشن، ده سؤال مهم جدا. ميكانيزم اوف بايل سولت سيكريشن، ده سؤال مهم جدا في النظري. دلوقتي السؤال يا اولاد، تفتكروا الليفر بتفرز العصاره المراريه اللي هي البايل امتى؟ طالب قال لي انا اتصور لما بناكل، قلت له اجابه خاطئه. الليفر بتفرز البايل 24 ساعه 7 ايام في الاسبوع، يسموها انجلش 24/7، يعني لا تتوقف طوال اليوم عن افراز البايل. طيب بس انا مش محتاج هذا البايل عشان ادايجست الفات وامتصه الا لما اكل. عشان كده قسمنا السؤال زي السؤال بتاع الاستومك بطريقه يعني مختلفه قليلا بس نفس الفكره، قبل الاكل واثناء الاكل وبعد الاكل، وادي بكتب بعربياتنا لان ده هيساعدنا. وانا قبل ما اكل، قبل الاكل، واثناء الاكل، وبعد الاكل. اوعى تنساها، طريقه جميله جدا في تذكر الميكانيزم وبايل سولت سكيشن بطريقه منظمه جميله عاملها لك العبد الله. قبل الاكل، حضرتك ما بتاكلش، دلوقتي قاعد بتستمع ليا. طيب بس الليفر مستمره في افراز البايل، يبقى نعمل ايه بقى؟ يبقى البايل ده تخزنه في الجول بلادر. ازاي بقى؟ البايل فلوز انتو جول بلادر، هيتجه ناحيه الجول بلادر ناقص ار، مش مشكله. الميكانيزم سهله جدا اهو، بص البايل طالع من الليفر رايح ناحيه الانتستين، الكونتراكشن باور بتاع السفنكتر القدي اقوى من السكريتوري بريشر اوف ذا ليفر، يبقى البايل على طول السكريتوري بريشر اضعف من الانقباض بتاع السفنكتر دي، يبقى غصب عنه البايل passes to be stored in gallbladder.
ده between meal. يبقى between meal ال contraction بتاع السفينكتر القوضي اقوى من السكريتوري بريشر بتاع الليفر بايل. فالبايل رايح هنا لقى السفينكتر ماسك جامد جدا فرجع تاني to be stored in gallbladder. يبقى in between meal دلوقتي حضرتك وحضرتك والعبد الله البايل اللي بيتدفق من الليفر 24 ساعه في 24 ساعه ده بيروح فين؟ بيروح الجولبلادر تو بي ستور. ازاي؟ لان الكونتراكشن بتاع السفينكتر اقوى من البريشر بتاع البايل سكريتوري بريشر فباسج تو بي ستور ان جولبلادر. طيب ده قبل الاكل. ثم حالة بقى حضرتك خلصت المحاضره وقمت تتعشى او تتغدى زي حسب التوقيت اللي عندك. وين فود ستيكن بقى كلت اكل بقى عاوزين بقى البايل اللي بنخزنه ده عاوزينه. فقال لك الشروع في اكل مش اكل. انت سمعتني غلط. الشروع في اكل اكل يعني مجرد السوالنج بدات تبلع ده بيريلاكس السفينكتر القوضي. فالبايل الجديد بقى اللي جاي احنا عاوزينه بقى احنا شرعنا في اكل ما يروحش الجول بدر يتدفق ناحيه انتستين. لما الاكل يوصل انتستين بعد شويه ده بقى يبقى عاوز كميات ضخمه من البايل يطلع من الانتستين الكوليسيستوكاينين اللي هو من اسمه كوليسيستوكاينين يعمل ايفاكيويشن للجول بلادر. يبقى في اثناء الاكل نقطتين الشروع في اكل مجرد بدات تبلع اللي شوف الروعه اللي سفينكتر ريلاكسد عشان اي بايل جديد جاي ما فيش داعي يروح يختزن بقى اكلت هبتدي اكل اهو يتدفق الانتستين. طب بس الكمية اللي مختزنها الكمية الكبيرة دي ما تخافش ما تخافش لما الاكل يوصل هيطلع السي سي كي في الدم يروح للجول بدر يعمل لها ايفاكيويشن. طب نيجي افتر ميل في واحد من اعظم عمليات الريسايكلينج في الجسم انه بعد ما البايل سولتس عمل لك دايجيشن وابزوربشن للفات حضرتك هذا البايل سولتس بعد ما خلص شغله من اخر حته في السمول انتستين اللي هي تيرمينال إليم مش إليم تيرمينال إليم يمتص من التيرمينال إليم ويرجع تاني للليفر. يبقى خدناه من الليفر الانتستين عمل المهمه بتاعته عمل دايجيشن ابزوربشن فات خلص المهم البايل سولتس اللي جاي من الليفر ساعدك في هضم وامتصاص الفات. طب بعد ما ساعدك ما ترموهوش بقى في الاسطول ترجعه تاني للليفر. يبقى في سيركوليشن ما بين الليفر والانتستين فيسموه اسم جميل جدا بص اهو انتيرو يعني انتستين هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولتس. يبقى بعد الميل البايل سولتس اللي في الانتستين بيتم عودتهم تاني ليفر فعمليه ري سايكلينج ما بنرمهمش فيسموها انتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولتس. شوف العظمه الانتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولتس دي بتستعيد كام في الميه من البايل سولتس 90 ل 95% ار ابزورب منين من اخر حته في الانتستين ترمى ايه يا سؤال مش مهم جدا هتفهم بعد شويه ليه. طب ازاي بيمتصوا؟ قال لك بطريقتين معظمهم بسكندري اكتيف ري ابزوربشن. سكندري اكتيف يعني الطاقه مدفوعه في الصوديوم وهم يتاخدوا على حساب الصوديوم سكندري اكتيف ري ابزوربشن والصوديوم الباور باورد باي الصوديوم بوتاسيوم كاونتر اكتشينج. يبقى العمليه دي باورد ناقص ار اي باورد باي صوديوم بوتاسيوم كاونتر اكتشينج. طيب معلش نصلحها بقى كده عشان ايه يعني نبقى هنا كان ناقص ار وهنا نقول باورد باي نشيل الزياده صوديوم بوتاسيوم كاونتر اكتشينج اهي بقى زي الفل اهي اهو. يبقى معظمهم هنرجعهم secondary active reabsorption with sodium. الطاقة جاية منين؟ من عملية الصوديوم بوتاسيوم كاونتر اكتشينج. طب some بقى mostly secondary active reabsorption some بيرجعوا بالديفيوجن يعني مش عاوزة طاقة بقى مش secondary active
صحيح سكند اكتيف عاوزه طاقه، بس الطاقه مدفوعه في الصوديوم، بس عاوزه طاقه في الصوديوم، هنا مش عاوزه طاقه، يسموها نون ايونيك ديفيوجن، ده صام. طيب يبقى احنا رجعنا كام؟ 90 ل 95%. ال5 ل 10% اللي ما رجعناهمش من التيرمينال إليام، يبقى سابوا التيرمينال إليام ودخلوا الكولون، وهناك قلنا هيتحولوا للسكندري بايل سولتس في الكولون بالبكتيريا اللي هم فاكرين اساميهم، دي اوكسيكوليك ولايثوكوليك، دي اوكسيكوليك اسيد ولايثوكوليك اسيد. طيب الدي اوكسيكوليك اسيد ده كله هيبقى ري ابزورب بس في الكولون بقى مش في التيرمينال إليام، يعني التيرمينال إليام رجعت لي 90 ل 95% من الكميه. طب ستيل فاضل 5 ل 10 دول دخلوا الكولون ما رجعوش في التيرمينال إليام، لو كانوا دي اوكسيكوليك كلهم هيبقوا ري ابزورب، لايثوكوليك 1% بس ري ابزورب، ونفقد 99% من مين؟ من اللايثوكوليك، يعني كميه صغيره جدا. دول يعادلوا قد ايه بقى؟ يعادلوا من لو اعتبرنا ان الليفر بتطلع في اليوم 3.5 جرام، فدول يعادلوا حاجة تافهة قوي قوي، 2.1 ل 4.1 جرام بير دي، هم دول اللي مطالب ان الليفر تعمل غيرهم. تخيل بقى لو كنا فقدنا 3.5 كاملين، كانت الليفر لازم كل يوم تعمل 3.5 جرام بايل سولتس، لا هي بتعمل بس اللي فقد، اللي هو منين؟ من اللايثوكوليك، يعني دي اوكسيكوليك معظمه بنمتصه، اللايثوكوليك معظمه بنفقده، 99% بنفقده، يعادل قد ايه ده؟ 2.1 ل 4.1 جرام بير دي. فالليفر مطالبه انها تعمل دول بس. وعليه نكمل، يبقى التوتال بايل سولتس اللي بتعمله الليفر في اليوم 3.5 جرام بير دي، معظمهم بيرجعوا بالري سايكل بالانتيريو هيباتيك سيركوليشن، وجزء قليل بيمتص في القولون وجزء يفقد. عارف الانتيريو هيباتيك سيركوليشن دي بتحصل كم مره؟ مرتين في الاكله الواحده، يعني في كل وجبه مرتين. طب يبقى في اليوم كم مره؟ لو حضرتك بتاكل حوالي 3 وجبات يبقى 6 مرات في اليوم، 6 ل 8 تايمز بير دي. تعال بقى خد التطبيق الاكلينيكي. لو عيان عملنا له جاله ورم خبيث في التيرمينال إليام وعملنا ريسكشن التيرمينال إليام، او جاله ديزيز في التيرمينال إليام، يبقى الانتيرو هيباتيك سيركوليشن اللي بترجع كام؟ 90 ل 95%، مش هيرجعوا، ما انت شلت التيرمينال إليام او عيان. اوعى تفتكر الليفر في الحاله دي هتقدر تعمل كل يوم 3.5 جرام، انت 3.5 جرام محتاجهم في اليوم، دول معظمهم ريسايكلت، الليفر بتعمل بس في اليوم 2.4/10. لو التيرمينال إليام باظ او انت شلته يبقى مفيش كلام ده، يبقى مفيش بايل سولتس، مفيش بايل سولتس، يا نهار اسود، يبقى مفيش امتصاص للفات، يبقى الفات هينزل في الاستول تديك فاتي دارية او استياتورية، معظم الفات اللي بتاكله تفقده، ومعاه ايه؟ شوف المصيبة اللي بعدها، الفات سوليبل فيتامينز، ما انت ما امتصتش الفات وبالتالي الفيتامينز اللي سوليبل في الفات فقدت. عاوز مصيبة ثالثة، التيرمينال اي ام دي كان بيحصل منها امتصاص للبي 12، كان بيمتص برضه من التيرمينال إليام، يبقى مش هيمتص البي 12 فيجي لك ميجالو بلاستيك انيميا، عشان تعرف التيرمينال إليام دي وظائفها مهمه قد ايه. ده سؤال مهم جدا يا اولاد، هقوله تاني في عجاله، معلش لاهميته انا هطول عليكم شويه، اقوله في دقيقتين تاني. ميكانيزم اوف بايل سيكريشن يا اولاد، هنقسمه تقسيمه جميله قوي بتاعت العبد الله، قبل الاكل واثناء الاكل وبعد الاكل. قبل الاكل حضرتك وانت قاعد بتسمعني الليفر بتطلع بايل، طب بس انت ما مش بتاكل، ما تخافش، البايل ده يتدفق هيروح يختزن في الجول بلادر. الميكانيزم ان الكونتراكشن بتاع السفنكتر اقوى من السكريتوري بريشر اوف بايل. طيب كلنا، يبقى انا عاوزين البايل بقى، مجرد الشروع في اكل السوالوينج، يعني بدات هبلع، يبقى اي كميه جديده هتروح دايركت بقى الانتستين. ليه؟ لان السفنكتر هتريلاكس، السوالوينج بيريلاكس السفنكتر بودي. طب الاكل وصل انتستين المختزن بقى عاوزه،
ما هو لما يوصل الانتستين هيطلع من الانتستين الكوليسيستوكاينين هرمون اللي هيروح في الدم يعمل ايفاكيوشن للجول بلادر. طب بعد الاكل حضرتك خلاص البايل سولت ساعدتك في الدايجيشن ابزوربشن فات. حضرتك تستعيد 90 ل 95% من ال 3.5 جرام اللي ساعدوك. هيتم امتصاصهم من التيرمينال إليم من الانتستين يرجعوا الليفر. يبقى يسموا ده ايه بقى؟ انتيرو هيباتيك. انتيرو هيباتيك سيركوليشن، ان هم جم من الليفر للانتستين عن طريق البايل داكتس ورجعوا عن طريق البلاد. جم عن طريق الداكتس ورجعوا عن طريق البلاد، فيسموه انتيرو هيباتيك سيركوليشن فور بايل سولز. تستعيد كام؟ 90 ل 95%. منين؟ كل واحده سؤال ام اس كيو من التيرمينال إليم. ازاي؟ معظمهم سكندري اكتف ري ابزوربشن مع الصوديوم وكميه صغيره بالديفيوجن. طب الخمسه العشر مية اللي ما رجعوش مصيرهم ايه؟ ما تخافش هنرجع لك جزء منهم كمان. يعني انت في اول قطمه كده رجعنا لك 90 ل 95% من التيرمينال إليم. طب ال 15% اللي سابوا التيرمينال إليم وعليه سابوا السمول انتستين وعليه دخلوا في القولون، بيتحولوا هناك انت حضرتك عارف الى سكندري بايل سولتس اللي هو الديوكسيكوليك واللايثوكوليك. الديوكسيكوليك هنرجعه لك كله يا عم، اللي هتفقده هو لايثوكوليك. يبقى اوعى تنسى اللايثو هو ده اللي لايسين، لايسين هو ده اللي ضاع، عشان ما تنساش مين اللي ضاع. اللايثو لصنا وضيعناه، لايثو لصنا وضاع مننا. ده يعادل قد ايه بقى اللايثو اللي ضاع ده؟ يعادل 2.4 جرام في اليوم. يبقى الكبد ملزمة بس كل يوم تعوض اللي بيفقد ده اللي هو 2.4. طب الانتيرو هيباتيك سيركوليشن دي اللي هي بترجع 3.5 جرام وبنفقد 2.4، دي بتحصل كم مرة في الوجبة؟ مرتين، سؤال ام اس كيو، وعليه في اليوم 6-8 مرات. بتحصل منين؟ الانتيرو هيباتيك سيركوليشن من التيرمينال إليم وعليه امراض التيرمينال إليم. عملت ريسكشن في التيرمينال إليم، انسى الفات حضرتك، مفيش بايل سولت، مفيش زي ما هنشوف امتصاص في الفات. هتفقد الفات، يجي لك استياتوريا فاتي داريه، ومعاها مصيبه تانية تفقد الفات سولب الفيتامينز، ومصيبه ثالثه بره القصه ان التيرمينال إليم دي كنا خدناها في البلاد، خدناها في البلاد ده المكان اللي بيمتص منه البي 12. يبقى لما تشيل التيرمينال إليم لا في بايل سولت ولا في بي 12، اهو الاثنين بحرف البي، لا بايل سولتس ولا بي 12، لا بايل سولتس ولا بي 12، مفيش بايل سولتس يبقى مفيش فات ستياتوريا ومعاهم فقدت الفات سولبل فيتامينز، ومفيش بي 12 يعمل لك ميجالو بلاستيك انيميا. ننتقل، مش هراجع اكتر من كده عشان عاوزين نبقى ناخد كل محاضره كميه كويسه معتبره. نقول اخر لوحه فانكشنز اوف بايل سولتس يا اولاد، فانكشنز اوف بايل سولتس. البايل سولتس ده سؤال مهم جدا، ليها اربع وظائف. يعني حتى لو انت مش مذاكر خلينا نفكر بهدوء كده. قيس ليلى، انا عاوز يرتبط في ذهنك ما حيت البايل سولتس بالفات. البايل سولتس مهمه للدايجيشن اوف فاتس والابزوربشن اوف فاتي اسيدز او فاتس عموما، يعني كوليسترول ومونوجلسرايدز قلناها وفوسفوليبيدز، ده حتى رجل الشارع عارفها. يعني حتى لو انت مش مذاكر ما تسيبش سؤال فاضي، بدليل ان العيان اللي عنده تعب في الكبد يبقى عليه ما عندوش عصاره مراريه، بيقولوا له يتجنب ايه ما ياكلوش، لانه لو كلوا هيتعب، ما هو ما عندوش عصاره مراريه، يقول له بقى مقلل من الدهون. رجل الشارع عارف ان الكبد اللي عنده الكبد تعبان، يعني العصاره المراريه مش كافيه، يبقى عشان ما يجهدش الكبد يقلل الدهن. معروف كده، اللي عنده الكليه بايظه يقلل البروتين، الكليه يقلل البروتين، الليفر يقلل الفات. قواعد في الطب هديك فاهمها ليه. فدول اول وظيفتين من الوظائف الاربعه بتوع البايل سولتس، دايجيشن اوف فاتس وابزوربشن اوف فاتس. طيب بس بص بقى الاوائل، الاوائل عندها كلام مهم قوي. الدايجيشن اوف فاتس بيحصل ازاي؟
ليبيد بيشتغل عليه البنكرياتيك لايبيز. الباي سولتس بسميها مشجع لطرفي المباراة، المباراة بين الليبيد والبنكرياتيك لايبيز، هيشتغل على الليبيد. البنكرياتيك لايبيز ده قلنا يا اولاد قلنا ان هو اكتف اوريدي اكتف، البايل سولز بيعمل له مور اكتيفيشن، يعني هو مش ان اكتف ده، حتى انا عاوز اكتبها مور اكتيفيشن عشان ما نلخبطش. يبقى البنكرياتيك لايبيز بالبايل سولز بيحصل له مور اكتيفيشن، هو اكتف لوحده سيبقى مور اكتف في وجود البايل سولز. طيب الليبيد شوف بقى الوظيفه دي مهمه جدا. البايل سولتس بتعمل لها امبالسيفيكيشن، يعني ايه امبالسيفيكيشن؟ يعني تقلل السيرفس تنشن، يعني تقلل التجاذب بين جزيئات الليبيد، وعليه لما يقل السيرفس تنشن الليبيد مولكيول الكبير ده ينفجر الى مولكيولز اصغر بسبب انه عمل لها امالسيفيكيشن، بسبب انه قلل السيرفس تنشن، فلما ينفجر لمجموع مولكيول اصغر فده يزود السيرفس اريا اللي هيشتغل عليها البنكرياتيك لايبيز. بمعنى اخر يا اولاد نقولها بتعبير كروي، البايل سولتس هي مش في الدايجيشن مشجع لطرفي المباراه، طرفي المباراه هم الليبيد والبنكرياتيك لايبيز، وجود البايل سولتس يخلي البنكرياتيك لايبيز يفتح ودنك مور اكتف، لكن هو اكتف بس يبقى مور اكتف. وجود البايل سولتس يخلي المولكيول الكبير السيرفس تنشن بتاعه يقل، فيحصل له امالسيفيكيشن فيتحول لكذا مولكيول صغير، فده يزود السيرفس اريا، يبقى هو مشجع المباراه بس. يعني بلغه الكوره هل ممكن تقام مباراة بدون مشجعين؟ ياما كتير قوي للظروف مباراة ما فيهاش مشجعين، مباراة شغال زي الفل بس تبقى اقل حمية من وجود مشجعين. عشان كده للاوائل يبقى نقول البايل سولتس هيلب الدايجيشن اوف فاتس مش اسينشال. بدون بايل سولتس البنكرياتيك لايبيز اكتف، البايل سولتس هيخليه، قولها انت، مور اكتف. بدون بايل سولتس الليبيد اهو في اريا هيشتغل عليها البنكرياتيك لايبيز، في وجود البايل سولتس بيزود الاريا، لان اربعه مولكيول صغيرين عندهم اريا اكبر من مولكيول كبير. ففور دايجيشن اوف فات هيلب، بلغه الكره البايل سولتس مشجع مش احد طرفي المباراه، هو مشجع لطرفي المباراه اللي هم الليبيد والبنكرياتيك لايبيز. يمكن ان تقوم المباراه بدون بايل سولتس بس هتبقى اقل حميه، هيبقى الدايجيشن اقل بس هيحصل، عشان كده قلنا فور دايجيشن هيلبس. لكن تعالى بقى الابزوربشن فاتس، احنا قلنا يا اولاد الزيت والماء لا يختلطان، الليبيد عمره ما يدوب في الميه يبقى عمرها ما هتمتص الا اذا حطيتها في فيهيكل، في مركبه من البايل سولتس اسمها مايسيلز وديسكاس اللي احنا قلناه قبل كده. ايه المايسيل دي؟ عباره عن غلاله من البايل سولتس محطوط فيها الليبيد بترتيب معين، الكوليسترول في النص، الفوسفوليبيد والمونوجليسرايدز موجوده، الهيد اللي هو هيدروفيلك لبره والتيل اللي هو هيدروفوبيك لجوه، والبايل سولتس دي اوريدي الهيدروفيلك بتاعها لبره والهيدروفوبيك لجوه، فبقت ميسيبل ويذ ووتر يعني دايبه في الميه، فبتاخد الليبيد زي بالظبط كده. الليبيد عمرها ما هتوصل للشاطئ اللي هو البراش بوردر بتاع الانتستين، لما تركبها القارب المركبه اللي هو المايسيلز يوصلها لحد البراش بوردر وتنتقل هناك باي سمبل ديفيوجن. يبقى الفاتي اسيد لطالب فاهم، البايل سولتس مش هيلب، essential for the absorption of fats، يعني بتساعد help digestion للأوائل، إنما للabsorption لا، it's essential، لأن الليبيد لا تذوب في الماء، وإحنا قلنا insoluble not absorbable. لما تركب المركبة اللي هي المايسيلز اللي هي السيلندرز معمولة بالبايل سولتس وتشرحها بقى من اللوحة السابقة نقدر نمتصها،
وعليه تعالى بقى نقول جملة مهمة جدا للأوائل. لو حصل انسداد في البيليري داكتس يبقى البايل سولز ما وصلتش الانتست خلاص كنتيجة الانسداد في البيليري داكتس او تعب في الليفر خلاص ما في ما بتعملش بايل سولز. يبقى في الحالة دي انا مش هعرف امتص الفات, هيحصل استياك وريا فاتي دارية, بس الفات هيبقوا موستلي دايجستد لان احنا قلنا للدايجيشن هي هيلب. لكن لو واحد عشان تفهم اكتر البنكرياس تعبان مش الليفر يبقى ما عندوش بنكرياتيك لايبيز يبقى ما هضمش الفات لان ما فيش بنكرياتيك لايبيز وعليها دم ما هضمهاش ادم ما هضمهاش مش هيمتصها فيبقى برضو عنده ستاتوريا بس الفات يبقى موستلي اندايجستد يبقى الاوائل. جالك عيان الستول فيه ستاتوريا العام ده لا الفات نزل في الستول, في سؤال مهم جدا تسأل وهو هيبقى كاتبها لك في المعمل ان العيان عنده ستاتوريا لو قال لي الفات موستلي دايجستد يعني حصل له دايجستشن ونزل في صورة فاتي اسيدز حصل له دايجيشن يبقى العيب مش في البنكرياتيك لايبيز انما حصل له دايجيشن ونزل في الاستول انما حصلوش ابزوربشن يبقى فيه خلل في البايل سولز في انسداد في القنوات البراريه. لكن لو قال العيان عنده استياتوريا والفات موستلي افتح ودنك اندايجستد هو ليه نزل في لانه اساسا ما تهضمش يبقى العيب في البنكرياتيك لايبيز يبقى في انسداد في البنكرياتيك داكت. ادي الطب يا اولاد واللذه بتاعته. يبقى البايل سولتس اسينشال للابزوربشن لكن هيلب الدايجيشن. يبقى غايبه البايل سولتس كنتيجه الانسداد في القنوات المريه كنتيجه مرض في الكبد يبقى مش هعرف امتص الفات بس هيحصل له دايجيشن لان البنكرياتيك لايبيز زي الفل اهو. يبقى هيبقى عنده ستياتوريا بس الفات تبقى موستلي دايجستد لو مفيش بايل سولتس. امال امتى يبقى عنده ستياتوريا والفات موستلي افتح ودنك اندايجستد لو مفيش اللي هيدايجست مفيش بنكرياتيك لايبيز لو العيب في البنكرياس او في انسداد في البنكرياتيك ضغط. يبقى من الاول ما تهضمش وعليه افهم ادام ما تهضمش مش هيمتص بس ينزل موصلي اندايجستد. يبقى عيان عنده ستاتوريا في سؤال مهم تبص في الورقه هل ده الفات اللي نازل ما تهضمش يبقى العيب في البنكرياس انسداد في قنوات البنكرياس او بنكرياتيك دامج. انما نزل دايجستد يبقى البنكرياتيك لايبيز الفول عمل دايجيشن امال ليه ما امتصش لان ما فيش بايل سولتس. يبقى العيب يا في الكبد يا اما في انسداد في القنوات المريه. I hope I'm clear and I'm always clear. ثالث وظيفه للبايل سولتس اول وظيفتين دول عليهم 90% من النمره اللي هو دايجيشن اوف فاتس هيلب وابزوربشن اوف فاتس اسينشال. ثالث ورابع وظيفه عليهم 10% من النمره ان البايل سولتس بتشتغل ككولوريتكس هنفهم يعني ايه كولوريتكس دلوقتي حالا. ورابع وظيفه اللي هي سولفنت مش احنا قلنا انها بتدوب الليبيد بتخليها صلب النوتر يعني هي تقريبا اعاده الوظيفه دي بطريقه تانية بس دي مهمه الابزوربشن انما هنا سولفنت اكشن بتدوب الفات وعليه بتمنع البريسيبيتيشن ترسب الكوليسترول والبليروبين والفاتي اسيدز وعليه بتمنع تكوين جول بلادر ستونز. يعني في الجول بلادر وجود البايل سولتس في وسط المكونات بتاعه البايل اللي مختزنه في الجول بلادر في الحويصله المريه البايل مختزن. البايل ده فيه كوليسترول وفيه بيليروبين وفيه فاتي اسيدز لو معهمش بايل سولتس تلوبهم كان المكونات دي عملوا جول بلادر ستونز كانوا عملوا حصوات في الجول بلادر. يبقى ده سولفنت اكشن. نيجي بقى قصه الكولوريتيك دي مهمه قوي يا اولاد ونختم بيها. في تعبيرين في الطب مهمين جدا اسمهم كولوريتكس وكولاجوجز هتاخدهم في امراض علم الامراض باثولوجي هتاخدهم في امراض باطنه هتاخدهم في الجراحه يعني هتاخدهم ثلاث مرات تاني. واحد من اشهر الاسئله في الفيسيولوجي وفي الباثولوجي وفي امراض باطنه وفي الجراحه ايه الفرق بين كولوريتك وكولاجوجز.
المواد اللي بتستيميليت الليفر انها تسكريت بايل يسموها كولوريتكس. يبقى ايه هي الكولوريتكس؟ سبستانسز ويتش ستيميليت الليفر تو سكريت بايل. انما المواد السبستانس ويتش ستيميليت الايفاكيويشن اوف جول بلادر يسموها كولاجوج. خلاص وبعدين نصلح هنا نخليها سبستانس ويتش ستيميليتس. لو عاوزينها مفرد نخليها ستيميليتس او سبستانسز ويتش ستيميليت. معلش عشان الورق ده ما بيبقاش عندي وقت يا اولاد ان انا راجعه، براجعه معاكم بس في واحنا بنكتبه في عجاله كده قبل المحاضره. طب طالب قال لي احنا هنلخبط كلوريتك مع كولاجوج، قلت له لا مع العبد لله ما فيش لخبطه. كلمه كولاجوج في اللغه كولي يعني ريليتد تو ذا ليفر، يبقى ريليتد للبايل، ما الليفر هي بتطلع البايل. كلمه كولي يعني ليفر، جوج يعني بيزود. لما اقول لك الماده دي ليمفاجوج يبقى تزود الليمف، سكريتاجوج تزود السكريشن. فالكولاجوج حاجات بتزود البايل، بتزودها ازاي؟ البايل موجود اوريدي عن طريق انها بتيفاكويت الجول بلادر. انما الكولوريتكس مواد بتستيميليت الليفر انها تطلع بايل. يبقى لو الماده بتستيميليت